الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في هنا العاصمه. انا لما جبريل هكون مع حضراتكم على مدار الحلقه. النهارده هتكون البدايه مع جوله سريعه حول اهم واخر الاخبار للنهارده، التطورات وابرز الاحداث. بعد ذلك هيكون لينا مشاهدينا الكرام حديث حول الاوكازيون الصيفي. الاوكازيون الصيفي المفروض انه ابتدى يوم 15 اغسطس او الثلاث اللي فات، وده طبعا مع دخولنا لعيد الأضحى المبارك ومع دخول المدارس والجامعات. أظن هيكون هناك حديث حول شكل الأوكازيون، الأماكن فيه، ربما الرقابة حول هذا الأوكازيون، وربما نقاط أخرى كثيرة. الفقرة الثانية مشاهدينا الكرام هتكون عن أبرز وأهم القرارات اللي تم أخذها بعد اجتماع اتحاد الكرة المصرية، وكان من أهم القرارات الحقيقة اللي تم اتخاذها في هذا الاجتماع. الاجتماع ده كان عقد بالأمس أو امبارح، كان الحديث حول رجوع الجماهير المصرية مرة أخرى للملاعب. الحقيقة ده خبر مهم جدا، تحديدا مع بدء موسم الدوري، وأعتقد أنه كتير ربط ضعف في المستوى على مستوى الكرة المحلية تحديدا بعدم وجود مشجعين أو منع المشجعين من حضور المباريات. أعتقد هيكون لينا حديث إلى أي مدى هذا القرار هام، ولأي مدى هيكون فارق تحديدا مع دخول الدوري الممتاز. وطبعا هيكون ضيفي أستاذ محمد إراعي ناقد رياضي. أما الفقرة الثالثة هتكون للحديث عن أمراض القلق والتوتر، وطبعا يعني للأسف بينتاب هذا المرض أو هذه الأمراض العديد من الناس دلوقتي، إذا كان بسبب الظروف الحياتية، إذا كان بسبب غلاء الأسعار، دخول المدارس، دخول الجامعات. يعني الحقيقة أن احنا بتحطنا العديد من الأسباب اللي بتدخل أي بني آدم بسهولة في القلق أو التوتر، ويعني هنتعرف على أسبابه وكيفية الخروج من هذه الأمراض. هتكون ضيفتي دكتورة جوجات السفيدس استشاري الطب النفسي. يبتدي مع حضراتكم بأبرز الأخبار على مدار اليوم. وكان السيسي اليوم التقى بشيخ الفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف طبعا، وده في إطار استعراض الجهود المستمرة اللي بيقوم بها الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة. كان قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الإمام الأكبر عرض على الرئيس السيسي الخطوات والجهود اللي بيقوم بها رجال ومبعوثو الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين والتصدي للفكر المتطرف، طبعا من خلال ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر وتصويب الأفكار اللي بتتنافى مع تعاليم الإسلام الصحيحة ومبادئه السامحة. كمان عرض الإمام الأكبر خلال هذا اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلف الأنشطة اللي بيقوم بها الأزهر الشريف في المجالات، إذا كانت العلمية، الدينية، الثقافية. وأكد حرص الأزهر الشريف أيضا على المساهمة بفاعلية في إثراء النقاش العام حول القضايا المجتمعية المختلفة. أعتقد دور مهم جدا طبعا للأزهر الشريف. أكد أيضا أهمية إعلاء قيم المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي. أيضا أشار الإمام الأكبر خلال اللقاء مع رئيس عبد الفتاح السيسي للاتصالات اللي بيقوم بها الأزهر الشريف، إذا كان مع مختلف المؤسسات الفكرية والدينية والدولية، ده من أجل الدفع بجهود تصدي للتعصب والعنف والتطرف. وكمان أعتقد أن الوقت الراهن بيشهد مزيد في وتيرة أعمال العنف والإرهاب على الصعيد الدولي، وده أبرز الأوقات اللي محتاجين في دور الأزهر الشريف، إذا كان على المستوى المحلي أو حتى المستوى الدولي. كمان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء ده الدور المحوري اللي بيقوم به الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي المعتدل. وكمان أشار الرئيس إلى ما لمسه خلال زيارته الخارجية، وأخيرها طبعا كان لعدد من الدول الإفريقية، جولته الإفريقية الأخيرة، من إشادة من ما يقوم به الأزهر من جهود، وده طبعا في سبيل نشر التعاليم الصحيحة للدين وتفنيد ما علق بها من أفكار مغلوطة. كمان يعني كان هناك عدة نقاط تم تناولها خلال هذا اللقاء، زي أهمية الاستمرار في جهود تطوير القدرات المؤسسية والعلمية للأزهر الشريف وأبنائه. معنا للمزيد من المتابعة والقراءة حول أهمية هذا اللقاء وأهم ما دار فيه دكتور عبد الله النجار
عضو مجمع البحوث الإسلامية. دكتور عبد الله، أهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا استاذ لمى، واهلا بالمشاهدين في كل مكان. اهلا وسهلا. يعني كان خلال هذا اللقاء يا فندم، كما استعرضنا، كان فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب استعرض الجهود اللي بتقوم أو بيقوم به الأزهر الشريف في هذا التوقيت، وأعتقد أن ده من أصعب الأوقات اللي بيمر بالأزهر الشريف، نظرا لأن عليه الكثير من تصحيح المفاهيم الخاطئة، ليس فقط في الداخل ولكن كمان في الخارج يا فندم. نعم، هو طبعا لا شك ان هذا اللقاء بين فضيلة الامام الاكبر وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بيعتبر لقاء فاصل في هذه المرحلة من المراحل التي خاضها الازهر الشريف من اجل تجديد الخطاب الديني وتحقيق ما نادى به سيادة الرئيس في هذا المجال. حقيقة الازهر بذل جهود كبيرة جدا جدا، ربما لم يتح لهذه الجهود حظ من الإعلان أو الإذاعة أو التغطية الإعلامية الكافية، لأن عمل الأزهر كما هو معلوم عمل علمي بيقوم على الـ يعني الـ هو عمل علمي يا فندم، عفوا عن المقاطعة، ولكن أعتقد أنه محتاج الترويج ليه حتى تنتقل هذه الأفكار وجهود الأزهر الشريف إلى الكل، إذا كان أيضا في الداخل أو الخارج. نعم، هو أنا الحقيقة عايز أوصل هذه الصورة عبر هذا البرنامج المشهور والزائع والمنتشر، وأقول إن فعلا الأزهر قطع شوط كبير جدا جدا وبذل جهدا الحقيقة سجله التاريخ بحروف من ذهب، يعتبر فيصل بين مرحلتين، مرحلة سابقة ومرحلة جديدة تتناول فيها الأفكار الفقهية بطريقة معاصرة ومستجدة، وبتتطرق لأدق التفصيلات التي تشكل عقل الطالب في كل المراحل التعليمية في الأزهر الشريف. الحقيقة جهد جبار وجهد قاده فضيلة الإمام الأكبر مع فريق عمل من العلماء المتمردين المجددين، والحقيقة أنا أستطيع أن أطمئن المصريين وأطمئن العالم الإسلامي كله الآن أن مناهج الأزهر الشريف أصبحت نموذجا يحتذى به في الوسطية والاعتدال والتعبير عن الواقع المعاصر، بما يبرز وجهة نظر الإسلام بطريقة علمية وفقهية صحيحة ورشيدة. أنا أطمئن الناس عن هذا الأمر، وأطمئن أيضا المشاهدين والمستمعين في كل مكان إلى أن الأزهر قد طب يا فندم، إيه أبرز الجهود على مستوى التصدي للفكر الإرهابي؟ أنا بعتذر على المقاطعة يا فندم، ولكن حضرتك ذكرت أنه تم ربما نوع من أنواع إعادة وضع المناهج بداخل الأزهر، ودي خطوة مهمة جدا تحديدا لأنه كان حوالين مناهج الأزهر الكثير من اللغط والحديث في الفترة اللي فاتت، لكن كمان على مستوى التصدي للأفكار المتطرفة اللي هي منتشرة بشكل كبير جدا وهي سبب كل المصائب التي نحن بها الآن. ايه جهود الازهر في هذه المنطقه تحديدا يا فندم؟ جهود الازهر يعني متعدده ومتفرعه على المستوى الداخلي في مصر وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الاسلامي. فضيله الامام طبعا كما يعلم المشاهدون تابعوا رحلاته الى الخارج ووقفوا على الجهد العلمي والصوره المتحضره التي قدم بها الاسلام خارج مصر وعلى مستوى أوروبا ودول العالم الغربي، وكذلك أيضا في داخل مصر وكذلك أيضا في دولة الإمارات العربية من مجلس حكماء المسلمين وغير ذلك من المؤتمرات التي يحضرها فضيلة الإمام الأكبر ومعه عدد من كبير من علماء الأزهر الشريف الذين ينقلون فكر الأزهر و هدفه في هذا الأمر وتاريخه وتجربته في مجال نشر الفكر الوسطي وما يقوم به الأزهر من جهود في هذه الأيام. والحقيقة أن هذه الجهود بتلقى الرضا والقبول من كل الذين يسمعون عنها ويعيشونها ويقفون على آخر التطورات بالنسبة لها. فالحقيقة بالنسبة لداخل مصر أيضا من خلال المؤتمرات التي تعقد بالتنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر، سواء كانت هذه المؤتمرات داخل الأزهر الشريف أو بالتعاون بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف،
فالفريق كامل يقوده فضيلة الإمام الأكبر من أجل إبراز وسطية الإسلام في تجديد الخطاب الديني. نعم. وذلك إضافة إلى المناهج الدراسية التي قام الأزهر الشريف. لو تسمح لي يا فندم، إلى جانب المؤتمرات في الداخل، طبعا حضرتك أدرى بذلك، أنا بتساءل يعني ليه ما بنشوفش ربما قوافل من الأزهر بتوصل بشكل أكبر للشباب؟ يعني أعتقد أن احنا عندنا ثغرة في هذه المسألة، عندنا شباب كثر ليس بدراية كاملة، مش بكلم عن الدين ولا عن التدين، ولكن بالأفكار المغلوطة اللي بيتم تداولها بين مجموعات الشباب. في قنوات التواصل المستمر من أجل الرد على هذه الأفكار، وذلك عبر البوابات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي أنشأها الأزهر الشريف. في قناة ربما تكون غير مرئية وغير منظورة لمن لا يشاهدون هذه هذا التواصل الخاص بين الأزهر الشريف وبين القراء والمهتمين بالتجديد الفكري على مستوى الخطاب الديني، ودي مستمرة. وعايز أطمن حضرتك وأطمن المشاهدين أنها متجددة وتتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة وليس ساعة بساعة. نعم. فأي أمر يصدر جديد أو أي فتوى ضالة تصدر أو أي فكر إرهابي يشاع أو ينشر في أي مكان من أماكن التواصل الاجتماعي أو أي شبكة من شبكات التواصل، على طول الأزهر بيتولى استياط هذه المعلومات وتفكيكها ودراستها وإيجاد البديل الإسلامي الصحيح لها الذي يحمي فكر الناس من هذا الغزو الآثم الذي يستهدف العقول ويستهدف أيضا السلوك. دكتور سريعا بس عشان وقت انتهى فندم، ولكن عايز أستغله مع حضرتك، إزاي لمست صدى ربما الأكشاك التي وضعت في المحطات، محطات المترو، هل دي شكل من أشكال الوصول للناس يا فندم؟ هل بالفعل وصلت إلى شريحة كبيرة من الشباب أو من الناس؟ والله هي يعني أقل ما تدل عليه هذه الفكرة أنها تكشف عن مسار الأزهر وتدل على أنه لا دخل وسع في إيصال كلمة الإسلام النظيفة والنقية والوسطية بأي وسيلة من الوسائل التي تصل بها إلى الجماهير وإلى الناس. نعم. وكانت هذه التجربة دليل أكثر منها ظاهرة، دليل على أن الأزهر الشريف بيطرق جميع الأبواب علشان يوصل كلمة الإسلام الصحيح وكلمة الإسلام الصحيحة ويحمي عقول الناس من أي فكرة متطرفة يمكن أن تشكل خطر على الأفراد وعلى المجتمع بل وعلى المجتمعات الإنسانية كلها. فالأزهر الحقيقة يساهم بهذا العمل المتواضع في دفع الشر عن الإنسانية كلها وعن العالم أجمع. نعم. من خلال مقاومة هذا الفكر. بشكرك يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا. وصلت الفكرة. كان معنا هاتفين دكتور عبدالله نجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى نبأ آخر وهو عن وزارة الأوقاف، وأعلنت وزارة الأوقاف أنها بتدرس حاليا عقد برنامج للأئمة المتميزين، والبرنامج ده بعنوان الإمام المجدد، وده يمكن شبيه بالبرنامج الرئاسي للشباب، وبيستهدف البرنامج في مرحلته الأولى اختيار 150 إمام. قال دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في كلمته خلال لقاء مديري مديريات الأوقاف بالمحافظات النهاردة أن اختيار الأئمة ومشاركتهم في برنامج الإمام المجدد هيكون باختبارات لا تقل عن اختبارات الدراسات العليا، وهيكون البرنامج لتدريس أصول الفقه والحديث والتفسير، وهتخصص لكل مادة مدة دراسة قدرها 15 يوم تقريبا، ويتولى تدريس في البرنامج مجموعة من الأساتذة وأكفاء الدعاء، وإضافة إلى عقد لقاءات للمتدربين مع كبار مسؤولي الدولة. على العموم للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين يا فندم. عايز أسأل حضرتك عن الجديد اللي هيقدمه هذا البرنامج، برنامج الإمام المجدد، والهدف منه دلوقتي. الهدف من مسألة الإمام المجدد، نحن نفتقر، الساحة المصرية تفتقر إلى أئمة مجددين. نحن نحتاج إلى أن نوجد
نواه لإمام مجدد وإمام داعية يتواكب مع العصر ويتواكب مع قضايا العصر ويلبي احتياجات ويكون مطالبا بتجديد خطابه الديني. ونعتبر 150 المعالي الوزير بيستهدفها في هذا البرنامج هي نواه أولى لتجديد الخطاب الديني عبر هؤلاء الأئمة الذين يوضعون في شبه حضانة من أجل الارتقاء بهم علميا ودعويا ومهاريا وعلى كافة الأصعدة والأوجه حتى نخلق منهم، لأن الساحة كما تعلمين لا. يعني بعد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي من ملأ الساحة الآن؟ بعد العلماء الأفذاذ الذين كانوا يملؤون الدنيا علما و طب من هذه النقطة تحديدا فضيلة الشيخ بشكرك انك ذكرتها، يعني ممكن نقول انه هذا البرنامج هيقدم رؤية جديدة لقضايا المجتمع زي مثلا تنظيم الأسرة، ختان البنات، مكافحة التحرش، كل هذه الظواهر اللي أصبحت مليئة بمجتمعنا، هل من خلال هذا البرنامج نتوقع مثل هذه التنمية للمجتمع؟ نعم، نحن نريد أن نصل بالداعية الذي يلتف حوله الجماهير، يكون نعم. مقصد للناس، يكون يعيش همومهم وآلامهم وآمالهم، يعيش قضايا العصر نفسها التي تعن بعض السلوكيات الخاطئة التي يراد لها أن تصحح في المجتمع. نريد من الإمام الذي يوضع في هذه المسألة 15 يوم تلو 15 يوم في مسألة أصول الفقه فقه الأولويات والمتطلبات وكذلك الحديث وعلومه والمصطلح وحديث وعلوم ومصطلح الحديث ومسألة التفسير والتفسير الموضوعي، كل هذه القضايا التي يحتاج الإمام أن يثقل بها علميا حتى تنعكس على أدائه العلمي فيكون مقصدا للفتوى، يكون مقصدا للدعوة، يعيش فترة من بين علماء أفزاز من علماء الأزهر الشريف يستمع منهم مرة ثانية، وسندفع بالوجوه الجديدة الشابة التي تم تعيينها في وزارة الأوقاف مشاريع علماء. الحقيقة نحن نقدم أكثر من 1500 أو 1800 حتى الآن تقريبا وصلوا بعد النتيجة التي سيعتمدها مع الوزير اليوم قد يصل إلى 1800. نحتاج أن يكونوا مشاريع علماء في هذه الأمة. كيف نوظف ذلك، عفوا يا فضيلة الشيخ المقاطعة، كيف نوظف ذلك ربما في قضايا التنمية اللي بتشغل دلوقتي البلد وربما كل كوادر الدولة، ازاي نوظف هؤلاء الأئمة الجدد وهذه المناهج وهذه الخطوة وهذا البرنامج في التنمية او قضايا التنمية؟ الإمام عندما يفهم ويعي ما يدور حوله ويعيش قضايا الأمة ويعيش آلامه، آلام هذه الأمة وأمالها وطموحاتها، يستطيع العطاء، يستطيع أن يلبي احتياجات مجتمعه، يستطيع أن يتجاوب مع الجميع. لكن لا نريد أن يكون الإمام في معزل عن العالم أو معزل ما يدور حوله من مجريات الأمور، نريد أن يعيش الإمام ويتعايش قضايا العصر حتى يصل إلى قلوب الناس ويصل إلى أسماعهم وأفئدتهم دون تكلف ودون عنة ودون أن يستشعر المستمع أن خطبة الجمعة والدرس اليومي قد يشكل عليه عبئا ثقيلا عندما يصل إليه. لكن نريد أن يذهب الجمهور إلى المسجد وهو راغب محب أنه سيستمع إلى شيء جديد، إلى إمام مجدد، إلى الإمام سيشعر أنه سيعطيه معلومة جديدة، يضيف إليه درسا تربويا، يغير في سلوكياته، يغير في أخلاقياته. هذا ما نسعى إليه في هذه الدورات التدريبية التي ستعقدها وزارة الأوقاف. خلال هذه الدورات يا فضيلة الشيخ، هل هناك ربما مناهج جديدة ستقدمها الأزهر من خلال هذا البرنامج، أم سيتم الاعتماد ربما على نفس الموروثات القديمة واللي كانت دائما محل الخلاف؟ لا، ده سيكون إن شاء الله موضوعات منتقاة من أصول الفقه، موضوعات منتقاة من مصطلح الحديث، موضوعات منتقاة من التفسير، لموضوعات معاصرة أيضا، ولا يمكن أبدا أن يكون يعني علماء الدين فقط، ولكن علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء السياسة، علماء الاقتصاد، الكل سيحاضر حتى يخلق إمام متميز، إمام عصري، إمام مجدد يلبي احتياجات مجتمعه. من المتوقع الخروج بكم إمام يا فندم من المرحلة الأولى؟ احنا نستهدف الان 150 امام
من الأئمة، وأعتقد أنهم سيكونوا من الأئمة الجدد الذين حازوا ثقة الوزارة واجتازوا الاختبارات والقدرات التي تم تعيينهم بموجبها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. خبر الآخر مشاهدينا الكرام عن مدينة المنصورة الجديدة واللي هي من المتوقع أن تصبح نافذة الدلتا السياحية. كان وضع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية حجر الأساس بمدينة المنصورة الجديدة، واللي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بإنشائها وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كان قال أيضا الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إن القرار الرئاسي نص على الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5104 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد أي مدينة المنصورة الجديدة، وده مع احتفاظ بعض المواقع كمواقع عسكرية أخرى. أيضا من ضمن هذا النبأ أيضا أنه على تخصص هيئة او تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 15% من فائض مبيعات مشروعات التنمية أراضي عقارات بالمجتمع العمراني الجديد لصالح محافظة الدقهلية. وأيضا من المتوقع أن يكون في مناطق للصناعات التكنولوجية وكورنيش المدينة على طريق بعرض 56 متر، ويضم الكورنيش مجموعة من الشواطئ العامة يعني، وأيضا إسكان سياحي، إسكان فيلات، إسكان متوقع متوسط، إسكان اجتماعي، وبتشتمل على كل الخدمات اللازمة. وبجانب من المتوقع أيضا يكون فيها جامعة إقليمية، مدينة طبية، وزي ما ذكرت لحضراتكم أيضا مناطق للصناعات التكنولوجية. نبأ آخر مشاهدينا الكرام عن وزارة التضامن الاجتماعي، وأنها أعلنت أن إجمالي عدد حجاج الجمعيات اللي غادروا بالفعل أرض الوطن حتى مساء أمس لأداء فريضة الحج وصل ل 9620 حاج حتى الآن، وأنه تم نقل بالفعل 1535 حاج أمس ووصلوا جميعا سالمين وتم تسكنهم في الفنادق بمكة المكرمة بالفعل. وكانت قالت الوزيرة غدا والي أن آخر رحلة ستغادر القاهرة يوم الجمعة، وهيكتمل بذلك نقل جميع الحجاج لأداء فريضة الحج. أيضا كان ذكرت أن عمليات التسكين بتتم بشكل منظم ووفق الخطة المحددة من قبل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وأن جميع الحجاج بخير ويتمتعون بصحة جيدة ولا توجد حالات وفاة حتى الآن. أكد أيضا أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن أنه تم تخصيص عيادات طبية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ده طبعا على غرار ما يحدث دائما في رحلات وزارة التضامن الاجتماعي، وبيقوم الأطباء بالكشف على حجاج الجمعيات أو غيرهم من الحالات، وبالفعل بيوجد 8 أطباء على مدار اليوم في العيادات لاستقبال الحالات وإعطائهم العلاجات المناسبة، وبيتراوح عدد المترددين على العيادة يوميا تقريبا حول 100 حالة وأغلبهم بيعانوا من أمراض طارئة. أيضا أشار السيد عبد الموجود إلى أن البعثة زادت أو زودت عدد الأطباء ليصلوا إلى 350 طبيب مقارنة بعدد 250 طبيب ده اللي كان موجود السنة اللي فاتت أو بعثت السنة اللي فاتت. ذكر أيضا أنه بيتم التسجيل المميكن للحالات لمعرفة كافة الحالات الواردة والمحولة إلى المستشفيات، وأنه لا توجد حالات وفيات وهناك حالة واحدة تحت الملاحظة لحاج من الشرقية. على العموم للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا السيد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحاج لوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ أيمن أهلا بيك يا فندم، طمنا على مسألة تسيير رحلات الحاج هذا العام، وصلتم لفين يا فندم والأرقام ربما؟ أهلا وسهلا بحضرتك كافة المشاهدين. أهلا طبعا في البداية الأمور الحمد لله مستقرة، وحتى الآن 9600 حاج غادروا الاراضي المصريه الاراضي السعوديه لاداء فريضه الحج. ان شاء الله يوم الجمعه القادمه هتكتمل العدد ال 12400 حاج
الحاله العدد المخصص لحجاج وزاره التضامن الاجتماعي. بالنسبه للحاله الصحيه الحمد لله الامور في تنسيق كامل مع البعثه الطبيه في جمهوريه مصر العربيه في الارض السعوديه. ما عندناش حتى حاله الحج خاصه بالحج الخاص بالحجاج الشرقيه، تم خروجه اليوم وتوجه لمكه المكرمه لاداء مناسك العمره تمهيدا ان شاء الله لاداء مناسك الحج باذن الله. فالامور الحمد لله تمام على ما يرام، وفي تنسيق كامل ما بيننا وبين كافه البعثات لتيسير كافه الاعمال للحجاج. زودتم يا فندم هذا العام اعداد البعثه الطبيه، هل ده بيكون بتوازي مع زياده اعداد الحجاج لهذا العام، ام يمكن ده من خبره العام الماضي انه فعلا بتبقوا محتاجين اعداد اكبر من الاطباء المصريين هناك؟ لا طبعا، هو التنسيق مع البعثه الطبيه ده من اهم الاعمال اللي بنقوم بيها. في ضوء تجربه العام الماضي كانت تجربه ناجحه فيما يتعلق بتقديم الرعايه الطبيه للحجاج. وزاره الصحه هذا العام قررت زياده عدد الاطباء لمواجهه زياده عدد الحجاج. في احنا انشانا عيادات في مقر اقامه الحجاج لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج في الفنادق اللي متواجد فيها الحجاج المصريين، ده في اطار توفير الرعايه الطبيه للحجاج. ازاي يا فندم بيتم متابعه الافواج الحجاج؟ يعني كان مع بدايه هذا الموسم موسم الحج كانت وزاره التضامن اعتقد اشارت الى بعض الاجراءات الجديده اللي تم وضعها حتى يكون هناك متابعه افضل للحجاج لهذا العام، هل هذا صحيح وايه الاجراءات دي يا فندم؟ بالتاكيد صحيح، احنا يعني عاملين حسابنا واستعدنا لموسم الحج. احنا كان عندنا لجان متواجدة حتى الآن في المطارات المدينة، وإحنا طبعا مطارات المدينة خلاص تم الانتهاء من سفر حجاجنا للمدينة المنورة، ولكن الفترة القادمة الحجاج المغادرين لمجدة وتمهيدا لوصولهم لمكة إن شاء الله، في لجان موجودة في المطارات لإنهاء إجراءات الحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية. كذلك في الفنادق إحنا عاملين لجان ومسؤولين من التسكين موجودين في كل فندق بحيث إن يتم تسكين الحجاج في سهولة ويسر مقارنة بالأعوام الماضية. التنسيق مع الجانب السعودي كذلك، يعني تم توفير خطوة كانت بتسبب إرهاق للحجاج إن هو كان بيمر على مكتب المطوف لتسليم الجوازات وبعد كده بيطلع على العنوان الخاص بفندق كل حاج. هذا العام توجه مباشرة للفندق والمطوف بيبقى موجود في مقر الفندق بيستلم الجوازات وبيني إجراءات للحجاج داخل الفندق الإقامة، فدي كلها إجراءات تيسيرية للحجاج هذا العام. كان أيضا مع بداية الموسم أستاذ أيمن كان هناك تصريح لوزيرة التضامن أنه بقى في إمكانية لسفر أعداد أكبر من الموظفين الحكوميين، صحيح يا فندم؟ لا مش في إمكانية، معالي الوزيرة مع بداية الموسم في خطوات لترشيد النفقات الحكومية الخاصة بشغل الوزارة بصفة عامة، ولكن فيما يتعلق بشغل الحج تم تخفيض عدد البعثة تخفيض العدد المرافقة تخفيض العدد بما لا يخل بأي واجبات تقدم للحجاج، بالعكس إن احنا التجربة دي تمت العام الماضي ونجحنا فيها، فهي على نفس التوازي تم تطبيق هذا العام بحيث ان يتم تشكيل لجان وكل واحد طلع لاداء مهم قبل السفر. الاداء المهمه ديت وفقا لتوقيتات محدده وفي تنسيق وفي متابعه لاداء الاعمال الموكله لكل عضو يعني في البعثه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن عبد الموجود رئيس بعثه الحج لوزاره التضامن الاجتماعي. مشاهدينا بتكون الى هنا انتهت هذه الجوله في اهم الاخبار للنهارده، فاصل قصير وبعد الفاصل اكون في انتظار حضراتكم للحديث عن الاوكازيون الصيفي مع ضيفي استاذ علاء عز امين عام الغرفه التجاريه، هكون في انتظار حضراتكم، تفضلوا. كعادة كل سنة وفي فترة الأوكازيون نزلنا محلات وسط البلد علشان نشوف الأسعار والخصومات والعروض اللي بيقدموها واللي بتكون متاحة لمدة شهر كامل في كل عام. معظم السلع نفس موديلات السنة اللي فاتت اللي بتنزل في الأوكازيون، أما الكوليكشن الجديد ده بلاقيه مش معمول عليه أوكازيون، فبضطر إن أنا ما أشتريش إلا بعد ما الأوكازيون يخلص. في حاجات أحلى كمان والأسعار مناسبة معقولة يعني. بنزل كل سنة في الأوكازيون، بنزل في بعض محلات معينة أنا باجي فيها مخصوص عشان أجي أشوف
حاجة وبختار فيها حاجة اللي انا عايزها يعني. زلنا اشترينا وكده اهوت لقينا الاسعار معقولة، فبالامانة في اسعار كويسة بالنسبة للملابس يعني. التيشيرت اللي كان مثلا السنة اللي فاتت يعني في الاوكازيون ب 70 وب 75 السنة دي ب 120 جنيه وب 130. انا نزلت انا ابن الصغير جايب له طقم العتبة، العتبة تعتبر ارخص حاجة في مصر، جايب بنطلون وجايب تيشيرت، البنطلون جايب 120 جنيه والتيشيرت جايب 85 جنيه. أكتر من 2000 شركة وتاجر بيشاركوا السنة دي في الأوكازيون الصيفي بخصومات وصلت ل 50% في محاولة لتشجيع المواطنين على الشراء. بدأت تبقى الرجل تيجي شوية من بعد الأوكازيون، بس مش زي كل سنة بمعنى أصح يعني. مع إن في حاجات يعني أغلب الحاجات بتتباع ب 50 و60%، بس برضه الإقبال ضعيف قوي، كله بينزل عليه سيل. يعني المستورد ومصر كله، كل حاجه، كل المنتجات يعني. في حاجات بتتباع بسعر الجمله وبرضه بالنسبه لهم غالي. كنا الاول بنبيع كويس قوي في الاوكازيون، من حوالي 4 مواسم يعني سنتين كان الاوكازيون افضل من دلوقتي بكتير يعني. الاسعار تعتبر في المتناول يعني، بس لكن الرواج قليل شويه بسبب دخله العيد اليومين دول والظروف اللي مأثره على الناس يعني مع دخله المدارس وكده. رغم حالة الركود المسيطرة حتى الآن، إلا أن التاجر ما زال عنده أمل أن موسم التخفيضات يساعد على تنشيط حركة المبيعات وعودة المواطن للشراء مرة تانية. محمد سلامة، هنا العاصمة. الحقيقة أن الفترة دي وهي فترة مش جديدة علينا يعني، الناس أو الأسواق بتشهد ارتفاع في الأسعار، وابتدى بالفعل الأوكازيون الصيفي الثلاث الفات أو تحديدا يوم 15 أغسطس وهيستمر معنا لمدة شهر. ده طبعا مع موسم عيد الأضحى المبارك، كل سنة حضرتك طيبين، ومع موسم دخول المدارس والجامعات. أعتقد أن احنا محتاجين نعرف مزيد من التفاصيل حول هذا الأوكازيون، ربما أعداد المحلات والأسواق المشاركة في هذا الأوكازيون. للمزيد من التفاصيل معي هنا ضيفي في الاستوديو دكتور علاء عز. دكتور برحب بيك معنا، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ونتكلم عن ربما أعداد المحلات اللي تحت الأوكازيون، نسبة التخفيضات والخصومات على الملابس السلع والسلع طبعا خلال هذا الموسم الصيفي وهذا الأوكازيون الصيفي. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير للسادة المشاهدين، كل سنة وحضرتك طيبة. الأوكازيون يمكن دي حاجة ابتدت في مصر من أيام الاحتلال الإنجليزي، بقى لها قرن تقريبا بيتعمل الأوكازيون، مرة في الشتاء مرة في الصيف في فبراير وفي أغسطس. والسنة دي بالتنسيق مع معالي وزير التموين تم الاتفاق على بدايته في 15 أغسطس، وتم التوافق على أنه يستمر أطول من المدة الطبيعية بتاعته عشان نقدر نخش على عيد الأضحى المبارك زي ما حضرتك ذكرتي، لأن يمكن ده أحد المواسم المهمة اللي المواطنين بيشتروا فيها. هي فلسفة الأوكازيون أن التاجر مكسبه ما هواش من عملية البيع الواحدة، هو مكسبه من كم مرة بيبيع في اليوم وكم مرة رأس ماله بيدور. وبالتالي مع انتهاء موسم زي موسم الصيف أو موسم الشتوي، السلع اللي عنده خاصة في الملابس هيضطر يركنها سنة كاملة للموسم اللي بعده، وبالتالي رأس ماله وقف وما يقدرش أنه هو يحركه ويدوره. ويمكن في الفترة الحالية مع الفايدة على الإقراض اللي تجاوز 22% ما يقدرش أنه هو يجيب رأس مال آخر، وبالتالي بيضطر ان هو يعمل خصومات عشان يشجع المواطنين. والمواطنين عادة كان زمان الأوكازيون بيتعمل مع فعلا نهاية الموسم، يعني لما الشتاء يخش أبيع الصيفي في الأوكازيون، وخلال يمكن 30 سنة اللي فاتوا ابتدى يتبدر شوية ان الحاجة اللي هشتريها في نهاية الموسم أقدر ألبسها فترة قبل ما يخش الموسم اللي بعده. الأوكازيون السنة دي في حوالي 6000 منفذ مشتركين في الأوكازيون، ده يتضمن القطاع العام وقطاع الخاص الاثنين مع بعض. الخصومات متجاوزة 50% في العديد من المنافذ، المتوسط بتاعها من 25 ل 50، ولكن هناك عدد من المنافذ خاصة في السلع الغالية قوي الخصومات بتاعتها تجاوزت 50%. يمكن الجزء الأهم واللي يهم المواطن إن احنا قمنا كاتحاد غرف تجارية بحصر لي عينة من أسعار السلع، بننزل بنعاين إن الأوكازيون فعلي واقعي وإن الخصومات
الخصومات اللي معلنة هي فعلا المقدمة. وزارة التموين تم التنسيق معاها ان المحل يعلن السعر قبل وبعد البيع مش بس نسبة الخصم، بحيث المواطن يبقى عارف كويس قوي ايه الخصومات اللي قدامه. الحاجة يمكن ما أثير في البرومو اللي قدم، هناك بعض التعليقات ولهم حق فيها ان الأسعار السنة دي أغلى من السنة اللي فاتت. ده منطقي لأن أسعار السنة دي سواء احنا 60% من سلعنا مستوردة وتقريبا نص الصناعة المصرية مكوناتها مستوردة، وبالتالي كلها تأثرت بتعويم الجنيه، فاحنا عندنا تضاعف في سعر المستورد وده منطقي. فحتى مع الأوكازيون لازم ألاقي أسعار السنة دي أغلى من أسعار السنة اللي فاتت. إنما هناك خصومات حقيقية هي فرصة الأسرة المصرية في حدود إمكانياتها المالية المحدودة تقدر إن هي تجيب للعائلة بالكامل احتياجاتها. هناك ملابس كثيرة، خاصة في الملابس اللي يمكن أكتر حاجة بيقبلها سوق في الأوكازيون، الموضة بتاعتها ثابتة، وبالتالي اللي بشتريه السنة دي أقدر ألبسه السنة الجاية. بس دكتور في اطار الحديث اللي حضرتك بتتحدث عنه، يعني دايما بنلاقي، يعني انا كمواطنه دايما بنلاقي والحادثه دي بتحصل كتير الحقيقه، انه مكتوب بره 70% بعدين up to 70% off وبعدين جوه بيبقى 20%. لا، هي حضرتك يعني نفصل ما بين حاجتين. ان انا لو حطيت سلعه واحده حتى عليها 70% من حقي ان انا اعلن ان انا عندي حتى 70%. وحضرتك لما تخش اي محل في العالم مش في مصر بس، بتلاقي على الباب من بره الحد الاقصى للخصومات الموجوده بيقولك من الى، صحيح. وبقى بدخل بلاقي في ريون فيه 20%، ريون تاني 50%، ومجموعة محدودة من السلع عادة بيبقى المقاسات اللي عمرها ما هتتباع، بيبقى المقاسات كبيرة جدا أو المقاسات صغيرة جدا. دول، وأنا سعيد الحظ أنا من الناس اللي بيخش على الصغير جدا ده، في منتهى السعادة بيه. إنما هذا حقه لأنه فعلا عنده سلع. بس الحاجة اللي بنفتش عليها إن لو السلعة اللي عليها 70% خلصت لازم يشيل اليافطة، دي تعتبر مخالفة وبيتعمل له غرامات عليها. حضرتك كنت أيضا ذكرت مسألة رقابة على حقيقة الخصومات، إذا كان النسبة المعلن عنها يعني 50 السعر قبل وبعد، إيه الجهة اللي بتراقب هذه المسألة يا فندم؟ وزارة التموين من خلال مفتش التموين، ودي رقابة صارمة بتتعمل، لأن إحنا لا نقبل كاتحاد غرف تجارية، أنا دوري إن أنا أدافع عن التاجر الشريف الملتزم. أما من يخطئ لا أدافع عنه. وزارة التموين عندها الأجهزة الرقابية التابعة لها بتقوم بالتفتيش. إحنا يمكن طالبنا وزارة التموين قبل الأوكازيون وقبل الكلام ده كله، عشان برضو الجملة الشهيرة بتاعت تجار الجشعين، إحنا طالبنا إن التاجر يعلن سعر الشراء وسعر البيع. أنا النهاردة أنا عاوز أعرف الزيادة لما بتحصل أو مكسب التاجر ده قد إيه. من حق المواطن ان هو يعرف، ومن حق التاجر ان الجميع يعلم ان هامش ربحه والهامش ربح الطبيعي، وان لو في زياده في الاسعار فهي زياده جت من المورد. طب حالة ان بعض المحلات ما بتبقاش حاطه بيفورند، يعني اللي هو السعر اللي قبل الخصم وبعد الخصم، هنا جهاز حمايه المستهلك دوره ايه يا فندم؟ جهاز حماية المستهلك دوره في حاجتين. دور جهاز حماية المستهلك جزء منه ان السلعة مطابقة للمواصفات، وان لو هناك خدمة ما بعد البيع، ده بيبقى في السلعة الهندسية اساسا، العربيات التلاجات وما شابه، ان لو في مواصفات معينة او صيانة معينة او فترة الضمان فيها مخالفة، له الحق ان هو يلزم المورد ان هو يصلح هذا الخطأ. الجزء الآخر هو يمكن دور وزارة التموين أكتر من جهاز حماية المستهلك، رغم أنه هو جزء تابع، يعني جهاز تابع للوزارة، إن لو أعلن عن شيء ولم يتحقق، زي لما قلنا أنا مدي 50% خصم وأدخل ما لقيش 50% خصم، فدي من حق المستهلك ان هو يشتكي للجهاز. ازاي فندم بتروجوا لهذا الاوكازيون؟ هل دي مساله حضراتكم ام دي بتكون مساله المحلات ومنافذ البيع؟ حضرتك الاوكازيون بيعلن عن، يعني هو يمكن ده حاجه المواطن المصري بيستناها من سنه لسنه. فسواء الاوكازيون الصيفي او الشتوي، مجرد ما بنتفق مع وزاره التموين على تاريخ بدءه ومدته، بيتم حمله اعلاميه للاعلام عن
بدء الاوكازيون. اما بالنسبه انه محلات المشاركه في الاوكازيون ده دورها هي اللي بتعلن عن نفسها. طيب احنا كنا سمعنا في التقرير بعض التجار بيقولوا قصه انه ركود ومفيش حاله نشاط ربما في الاسواق وبيع وكذلك، وده طبعا لاسباب عديده منها ارتفاع الاسعار. ازاي ده مأثر وازاي لمستم يا فندم ان ده مأثر على الاوكازيون الصيفي وبعض الانباء ايضا انه اثر بشكل او باخر على الاوكازيون الشتوي؟ حضرتك هو احنا حصل انخفاض في القوى الشرائيه في غالبيه السلع، حتى السلع شائعه الاستخدام زي السلع الغذائيه والسلع سريعه التحرك. في المتوسط حوالي 30% تقريبا انخفاض القوى الشرائية، وده يعني انخفاض 30% في المبيعات، ده بصفة عامة. ويمكن ده هيزود الاستهلاك في الأوكازيون، لأن المواطن اللي ما قدرش ان هو يشتري أثناء السنة في الموسم العادي، المواطن ده انتقل إلى مواطن غالبية شرائه هيبقى أثناء الأوكازيون فقط. فاحنا متوقعين الأوكازيون مع قرب العيد إن شاء الله ان هنلاقي تهافت اكبر كثيرا جدا على المنافذ. الحاجه الثانيه ان احنا في شهر اغسطس حاليا في فتره الصيف والناس في اجازات، فاحنا متوقعين الناس هتبتدي ترجع قبل اجازه العيد، وهنلاقي في الاسبوع الاخير من اغسطس هنلاقي حجم الشراء ابتدى يزيد. هناك طرح يا فندم يمكن ما اعرفش حضرتك سمعته قبل كده ولا لا، بس في ظل الغلاء وفي ظل ركود الاسواق ليه مثلا ما ندخلش زي فكره التقسيط في الاوكازيونات وبتكون من خلال الكريدت كاردز، انه نسحب مثلا السعر او ثمن البضاعه على 6 او 12 شهر، وخاصه الاجهزه الكهربائيه الحاجه اللي اسعارها بتكون طبعا مش بتكلم على الهدوم، بتكلم على حاجه تكون اغلى شويه، وممكن ده بيسر على المواطن ويساعدهم في ظل الغلاء دلوقتي. حضرتك بما فيها الملابس، احنا يمكن النهارده وبقالنا حوالي 6 أشهر تقريبا بنشتغل في هذا الموضوع مع شركه فيزا العالميه، ان احنا بنحاول ان احنا نخلق اليات للتعامل الالكتروني والشراء الالكتروني. دي محتاجه تطوير للمحل نفسها، محتاجه تطوير للمواطن. يمكن في ابلكيشنز هتبقى مع تطبيقات مع التليفون المحمول للشراء وللسداد الالكتروني، وان شاء الله متوقعين على نهايه هذا العام يبدا تطبيقها، فيمكن ان شاء الله على الاوكازيون اللي جاي على الاوكازيون الشتوي هيكون بدا تطبيق ده. احنا ماشيين بقطاعات بالتسلسل، هنبتدي بقطاع الصيدليات وقطاع السلع سريعه الاستخدام، ثم سننتقل الى السلع الاخرى بالتدريج. اما بالنسبه للسلع الهندسيه ده قائم فعلا. حضرتك انت النهارده لما تروح تشتري عربيه وتشتري ثلاجه جميع المحال بيبيعها بالقسط، والبنوك داخله فيها بتهافت جامد جدا. هي المشكله الوحيده ان احنا بعد رفع سعر الفايده مرتين فنسبه الاقراض بقت عاليه جدا، وبالتالي بقى ارخص لي ان انا اشتري كاش عن ان انا اشتري بالقسط. بس يعني زي ما حضرتك قلت احب بس افهم النقطه دي، ان يا دكتور فعلا يعني احنا بنتكلم بعد 6 شهور هيكون عندنا هذه المنظومه، منظومه الدفع بالقسط اذا كان على الاجهزه الالكترونيه او حتى الهدوم من خلال ابلكيشنز. حضرتك انا هيبقى عندي الدفع الاجل، يعني مش عاوز اقول كلمه القسط مبدئيا لان هيبقى كل محل وشانه هو اللي بيقرر التقسيط على مده قد ايه. ان مبدا الدفع الآجل وده بيقبق حده الأدنى شهر كبداية، ولو المحل أو المنفذ بيطرح آليات للتقسيط الأطول بيقبق لها مدد أطول، ودي هتبقى مطبقة على مستوى الجمهورية إن شاء الله. نأمل خلال سنة وشوية نكون غطينا الجمهورية بالكامل. مسألة القيمة المضافة يا فندم، هل بعد تطبيقها فرقت كثير على المبيعات، مبيعات المحل التجارية؟ لا يا فندم، لأن نمرة واحد السلع الأساسية اللي بيستعملها المواطن معفاة كانت من القيمة المضافة ومعفاة من ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات كانت 10%، القيمة المضافة زودنا كام في المية زيادة، فما هياش دي اللي فرقت فرق كبير. في نفس الوقت ان مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة هناك عدد كبير من السلع شائعة الاستخدام اللي تم إعفائها رغم انها كانت مطبق عليها ضريبة المبيعات. فالفعلي للأسر الأكثر تأثرا بزيادة الأسعار، الأسعار نزلت مش طلعت بسبب القيمة المضافة. طب عايز استغل بقى وجود حضرتك معانا، دايما بنشوف لافتة البضاعة لا ترد ولا تستبدل. في هذه الحالة
اصلا ايه القانون المطبق على هذه هذا الشعار؟ مش عارف اسميه بصراحه. لا هي كبدايه دور حمايه المستهلك، هل ليه دور في هذا؟ كبدايه يا فندم، دي حاجه تاريخيه. كان حضرتك عمليه البيع هي قبول ورضاء بين الطرفين. نعم. انا بعت لك، حضرتك اشتريتي، انتهت. بس اكيد تم وضع قواعد لهذه المساله. العرف التجاري ان هناك بعض السلع لا تباع ولا تستبدل، بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا اخد ملابس داخليه والبسها وبعد كده ارجع اقول له مش عاوزها. علبة الدواء، حتى مع ان قانون حمايه المستهلك 14 يوم. هكمل فين. قانون حمايه المستهلك لما صدر واحنا كنا مشاركين في صياغته، تم تطبيق ما يطبق في العالم كله. في العالم كله أنا كتاجر بحاول أكسب زبون، مش إن أنا أبيع عملية تجارية واحدة. وبالتالي إن حضرتك لو اشتريتي حاجة ما عجبتكيش وقصي ترجعيها، برحب بيها، ليكي فترة ترجعيها فيها، لازم الفاتورة الأصلية تكون موجودة. وده يمكن أحد الحاجات اللي بنروج بيها، إن أطالب بالفاتورة وأحتفظ بالفاتورة، لأن لو قصت أرجع مش هقدر أرجع من غير فاتورة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن هناك سلع لابد ان ترجع بحالتها الاصليه، يعني ما ينفعش ان انا اشتري تلفزيون في الكرتونه بتاعته، رميت الكرتونه وبعد كده يشيل له التلفزيون ويقول له نبي خد انا مش عاوزه، فلازم يجي لي بالعبوه الاصليه. هناك سلع لا يجوز فيها الاستبدال او ترجيع. علبه دواء فتحتها، طالما اتفتحت حتى لو عدد الاقراص اللي فيها كما هو، لا يجوز انها ترجع، لان انا ما اضمنش الاقراص اللي جوه دي تم ايه اللي حصل عليها. فهناك سلع مستثناه، سلع محدوده جدا، انما المبدا والعرف التجاري وطول عمر المحال التجاريه بتقبل الترجيع. في بيقبل الترجيع ان انا بشتري حاجه بديله، ده كان زمان، دلوقتي من حقي ان انا استرد الفلوس بنفس الاليه اللي سددت بيها، سددت كاش باخد كاش، سددت بكريدت كارد باخد بكريدت كارد. بما ان حضرتك تحدثت عن قانون حمايه المستهلك، اعتقد انه دخل عليه تعديلات وهيتم مناقشته في دور الانعقاد القادم من البرلمان. حاليا في 4 قوانين جاري مناقشتها من مختلف الجهات. فلحد ما يتم التوافق على انه مشروع قانون، مشروع تعديل هيتم اللي هو هنشتغل عليه. حتى هذه اللحظه احنا رجعنا 2 وبكلم انهم كتروا قوي، وقفنا لحد ما يجي لنا القانون اللي متفق عليه نهائي. ان هو ده اللي هيدخل في دورة الانعقاد القادمة. بس هو كان رئيس الجهاز يا فندم قال انه المشروع وصل بالفعل للجنة الاقتصادية وهيتم مناقشته في دور الانعقاد القادم. في مشروع طلع من الجهاز، في مشروعين طلعوا من السادة الافاضل اعضاء البرلمان. نعم. وفي مشروع كانت الحكومة بتعده، فانا في عندي 4 مشاريع مختلفين تماما. طب لتفعيل هذا الجهاز بخبرة حضرتك، ايه ابرز التعديلات اللي محتاجة تدخل عليه، خصوصا ان ده جهاز مهم جدا بالنسبة للمواطن المصري؟ حضرتك احنا يمكن الفلسفة بتاعتنا مختلفة شوية بالنسبة للاجهزة التابعة للدولة. الدولة دورها ليس ان تكون منتج او مقدم خدمات، الدولة دورها هي ان تكون الرقيب. نعم. والضابط لكل الانشطة. وبالتالي زي ما احنا بنشوف في المحمول، عندي جهاز رقابي صارم موجود، ممثلة فيه كافة الأجهزة بما فيها حماية المستهلك وجمعياتها، بما فيها الاتحاد العام للغرف التجارية، بما فيها مختلف الجهات الحكومية التابعة، وهو اللي بيراقب إن التزام الجهات أو الشركات اللي بتقدم الخدمة. نفس القصة بالنسبة للكهرباء، نفس القصة بالنسبة للمياه، وجاري زيادة عدد الأجهزة الرقابية التابعة للدولة. في العالم كله هذه الأجهزة لها آليات، ولكن الآلية الأقوى هي الجمعيات الأهلية اللي بتعمل في هذا النشاط. فجمعيات حماية المستهلك هي الأقوى والأكثر قدرة على النفاذ، والجهاز هو الجهة التي يصل إليها ويقوم بالتحقيق ثم يتولى الإجراءات القانونية التنفيذية فيما يلي ذلك. يعني عايزة أرجع بحضرتك تاني للأوكازيون والتخفيضات. كان دائما مهرجان السياحة والتسوق، هل ممكن نشوف مبادرات كهذه المبادرات مرة أخرى؟ حضرتك يمكن مهرجان سياحة التسوق كان التوجه بتاعه لضيوفنا من دول الخليج، ده كان الأساس بتاعه، ويمكن استمرنا كذا سنة فيه. صحيح. وكان نجح إلى حد ما، ولكن هناك العديد من الآليات اللي ترتبط بنجاح مثل هذا المهرجان. إن أنا حضرتك لما بتروح أي بلد في العالم بتعملي بتشتري حاجات، بتردي الجمارك الضرايب وانت بتسافري، تاكس فري، التاكس ريبيت وتاكس ريفاند. ده حاولنا ان احنا نطبق هذه الاليه في مصر، للاسف طبعا لم تطبق. بس في بلاد ما فيهاش كده يا فندم.
يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما فيش في تاكس ريفند، بتاخد بالتاكسز وشكرا. ولكن ان انا بتكلم على الدول اللي بتستعمل مهرجانات للتسوق، نعم، زي سنغافورة، زي دبي، هي مرتبطة بالمهرجان. انجلترا اكبر قدر من صادراتها هي الصادرات المحمولة مع مسافرين، يعني شوبينج، مش الصادرات الرسمية اللي بتطلع كتصدير. فدي احد الاليات اللي محتاج ان انا اخلقها عشان اقدر اروج لمهرجان زي ده. ولكن هل احنا عندنا مبادرات في هذا الشكل؟ عندنا عديد من المبادرات. كان في اهل رمضان لما اتعمل مغطي 27 محافظة زائد مركزين في القاهرة، ابتدينا من كذا سنة العودة للمدارس، وحاليا في حملة هتتعمل من خلال المحلة التجارية تخفيضات ومهرجان للعودة للمدارس. ويمكن احنا مد الاوكازيون مش بس عشان العيد، وعشان برضو الأسرة المصرية والعودة للمدارس، ان مستلزمات المدارس تكون داخلة في فترة الاوكازيون. هيبقى عندنا مهرجان عودة مدارس؟ لحد دلوقتي جاري دراسة هذا الموضوع، ولكن المؤكد انه بيتعمل ان هيتعمل من خلال المحل مباشرة، زي ما الاوكازيون بيتعمل مباشرة من خلال المحل، نفس القصة بتتعمل بالنسبة للعودة المدارس. انه بيبقى متعلق بالمحل، مش بالهيئة، مش منفذ انا اللي بعمله كاتحاد غرف تجارية. يمكن احنا حتة المنافذ، ودي يمكن نقطة مهمة، احنا ابتدينا مع وزارة التجارة الداخلية. بس اعتقد يا فندم، عفوا على المقاطعة، لما بتكون من خلال حضراتكم بتكون منظمة وبتكون الناس ضمناها اكتر، غير لما بتكون عن طريق المحل. اللي احنا بنعمله، لان التكلفة عالية جدا لما بعمل منافذ المؤقتة، تكلفة يعني رهيبة، اوفر للمواطن ان انا اعمل هذه منافذ دائمه. حاليا جاري العمل مع وزيره التموين والتجاره الداخليه ومع وزير التنميه المحليه وجهاز تنميه التجاره الداخليه اللي تابع لوزاره التموين. وبعد ما فخامه الرئيس عدل لنا قانون الغرف التجاريه وسمح لنا بانشاء شركات لخلق البنية التحتية الداعمة للتجارة، سواء بإنشاء مراكز لوجستية أو بورصات سلعية أو مراكز تجارية. أنا المشكلة أن أنا في المدن الرئيسية زي القاهرة، زي اسكندرية، أنا عندي شوبينج مولز بتطرح بأسعار أرخص طول السنة، لأن دول لهم قوة شرائية قوية جدا، فيقدر يجيب تخفيضات وبيطرح هذه التخفيضات مرة أخرى للمستهلك. إنما المناطق المحرومة زي الصعيد للأسف ما عندهاش هذه الآليات. ان انا اجذب القطاع الخاص ان هو يستثمر فيها، دي قد تاخد وقت طويل. وبالتالي احنا هنخش كاتحاد غرف تجارية نعمل مراكز تجارية، اسواق جملة، اخفض من تكلفة سلاسل الامداد، زي ما احنا بنعمل في اهل رمضان، ان انا من المستورد والمصنع مباشرة للمستهلك. لما بقلل عدد حلقات التداول بقلل تكلفة النقل المتكررة، بقلل تكلفة التخزين المتكررة، وربحية الأطراف المتكررة في النص، وبالتالي بوفر السلعة أرخص للمستهلك. ده احنا حاليا بنخلص الدراسة بتاعت الأماكن اللي هتعمل فيها البورصات السلعية والمراكز اللوجستية والمراكز التجارية للمناطق المحرومة. دي مهمة جدا يا فندم. ده كان ابتديناه في 2010، وللأسف طبعا كل حاجة توقفت من 2011، رجعنا تاني بنخلص فيها دلوقتي، وهناك توجيهات من القيادة السياسية للتوجه نفس توجه في وزارة التموين بالنسبة لمشروع جمعيتي برضو. ما هي حرك أنا ممكن المحرومة زي ما حضرتك مش عاوز أقول محرومة، الأماكن اللي هي قليلة الحظ، صحيح، ما فيهاش منافذ بيع كثيرة، ما فيهاش منافذ لأن اقتصادياتها لحد ما المنفذ يقوم غير جاذبة للقطاع الخاص، وأنا ما بنافسش أعضائي. إنما الحتة اللي أعضائي مش قادرين يخشوا فيها أنا بخش وأقومها، وبعد كده بتخرج منها بخلي القطاع الخاص هو اللي ياخدها واكرر في مناطق اخرى. يمكن اللي مكلف بهذا الملف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهوريه، لان التجاره الداخليه احنا للاسف تجاهلناها اكتر من نص قرن. حاليا ابتدينا نتحرك بخطوات سريعه جدا، وان شاء الله هنبتدي نشوف على ارض الواقع خلال المرحله القصيره القادمه عدد كبير من المنافذ، من المراكز اللوجستيه. يعني انا عندي الهالك مثلا في الخضر والفاكهه 30% من المزرعه للمستهلك، لو خفضت نصها حتى ده زود لي المتاح وخفض لي الاسعار، صحيح. فده اللي احنا بنسعى اليه حاليا. كان حضراتكم مشاركين في معرض دمشق الدولي، لو تحدثنا يا دكتور عن هذه المشاركه في هذا التوقيت في دمشق. حضرتك اتحاد العام للغرف التجاريه
نظم أكبر جناح في معرض دمشق الدولي. معرض دمشق الدولي من أكبر معارض زي سوق القاهرة الدولي، توقف 4 سنوات الماضية. نعم. وكان أول مرة يرجع تاني الدورة 59 له. خدنا أفضل مكان في مدخل المعرض، خدنا 600 متر، كان مشاركة فاعلة من عدد كبير من الشركات المصرية في مختلف القطاعات، والاتحاد كان متواجد ممثلا لبقية 4,300,000 عضو اللي عندنا. الهدف بتاعنا كان مش بس تنمية الصادرات المصرية، ولكن كان هناك هدف أكبر، وهو مشاركة مصر في إعادة أعمار سوريا اللي ابتدت فعلا يتم تنفيذها حاليا، والربط بين الشركات، نظرائنا من الشركات السورية والشركات المصرية لما يخص إعادة الأعمار، سواء بنتكلم على الكهرباء، بنتكلم على البنية التحتية. ومصر يمكن لها ميزة من أقوى ما يمكن بخلاف القرب واللغة واتفاق التجارة العربية الحرة، إن إحنا لسه مرين بال نسميه الفاست تراك، الخط الحل السريع للكهرباء اللي إحنا كلنا عشناه في أقل من سنة، عملنا إعجاز. الخبرة دي ليها تمنها، وحرام إن الأخوة السوريين يعيشوا في هذه، يتعلموها من جديد، أسهل لنا أن هذه الخبرة. فإحنا بنحاول إن إحنا ننقل المكاتب الاستشارية، المصانع المصرية، الشركات المصرية المتخصصة، لنشارك بحجم أكبر في إعمار سوريا. وده كان سبب مشاركتنا، كان وفد كبير جدا حوالي 60 واحد تقريبا، كان رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارية أستاذ أحمد الوكيل رئيسا للوفد. التقينا بكافة الجهات، طبعا شركائنا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية والغرف على مستوى كافة المحافظات، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الاقتصاد، سماحة المفتي، وزير السياحة، وتبحثنا كافة سبل تيسير التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمع الأعمال السوري ومجتمع الأعمال المصري. القوة الشرائية شكلها ايه يا فندم في هذا التوقيت هناك؟ يعني من الاحداث للأسف اللي بتنقل لينا، احنا متخيلين انه بس طبعا دمشق بخير ويا رب تفضل على طول بخير، بس عايزة حضرتك تنقل لنا الصورة هناك عن القوة الشرائية وعن المعرض وعن المشاركة وعن تفاعل ربما لهذا المعرض. يمكن احنا كان في حوالي 40 دولة تقريبا مشاركة، فيعني كان في حجم كبير جدا من التواجد. قوة شرائية عالية جدا في سوريا، هناك بعض السلع اللي ليها فرصة كبيرة جدا لأنها ناقصة في سوريا، وبالتالي انا بعتبر احنا كمجتمع اعمال اللي ما بنشوفش مشاكل، احنا بنشوف فرص. في زباله في الشارع يبقى لم الزباله، دي فرصه ان انا اعمل شركه لم الزباله. فرص مصر ايه فندم في هذه في كافه القطاعات، كافه القطاعات بلا استثناء. ولكن هي في نقطه مهمه جدا، ان انا كمان لازم ازود وارداتي من سوريا في نفس الوقت، لان المركب او الكونتينر اللي طالع رايح شايل بضاعه مصريه، لو ما رجعش شايل بضاعه هدفع الشحن مرتين وهفقد الميزه التنافسيه. فاحنا بنسعى لتنمية التبادل التجاري في الاتجاهين. هناك عدد كبير من الشركات السورية العاملة في مصر ابتدت ان هي تصدر منتجها المصنع في مصر الى سوريا. المصانع السورية المتوقفة هناك معونة فنية ستقدم من الشركات المصرية. هناك تفاهم كامل مع الأجهزة الحكومية ومع طبعا شركائنا من اتحاد الغرف التجارية ومنتسبيهم لتنمية التبادل التجاري بين الطرفين. اللي احنا شفنا يمكن احنا الجناح المصري كان جناح جاذب، سواء من ناحية التصميم او عدد الشركات والقطاعات اللي مغطيها، واللي كان جاذب اكتر كمان ان كان معانا وفد من الفنانين المصريين. فطبعا ده لملنا كل السوريين، دي احد الاليات اللي بنشكرهم في ذلك، اللي بتدعم القطاع الاقتصادي المصري. كان الجميع بيتهافت على الجناح، ومجرد ما جوم وتصوروا مع الفنانين بيكملوا الجولة بتاعتهم في المعرض. هناك حجم مبيعات كبير، ولكن الأهم من حجم المبيعات هو اللي احنا لمسناه من بدء الاستقرار في سوريا وبدء إعادة الأعمار. دول حاجتين يمكن بالنسبة لنا كانوا أهم. يمكن احنا رحنا الفترة اللي قضيناها في دمشق كان ما فيش أي أحداث، كنا بننتقل بيسر من مكان لآخر. طبعا كرم الضيافة السوري كان أكتر مما نتخيله. إخواننا من اتحاد الغرف التجارية كانوا يعني شايلين على راسهم من فوق، وإن شاء الله نأمل إن خلال المرحلة القصيرة القادمة
ان يبقى فيه تفاعل اقتصادي قوي جدا بين البلدين. واحنا على نفس المنوال وفي اطار اعاده الاعمار بنعمل مع ليبيا الموحده، نحن لا نعمل مع جانب من الجوانب الليبيه في نفس المجال. صحيح، يعني تحديدا في مساله اعاده الاعمار مصر لها دور، وحتى العراق ايضا كان في وفد ذهب مصري الى العراق لهذه، ما كانش لهذا الهدف تحديدا، ولكن ايضا يعني اعتقد لينا دور في هذه الدول. حضرتك شايف ازاي فرص مصر في ليبيا على الاقل العمق الاستراتيجي، ويمكن كونها دولة جوار، فهل ده له تأثير ايجابي على مسألة اعادة الاعمار؟ احنا كان لسه عندنا من حوالي اسبوع رئيس اتحاد الغرف الليبية ومعاه وفد، كان قبلها باسبوعين كان رئيس الاتحاد موجود مع وفد اخر. يمكن اثناء الاحداث في ليبيا العلاقة بين التجار المصريين والتجار الليبيين لم تنقطع. كان التوريد بدون تعاقدات بالتليفون، أنا محتاج 1000 طن سكر، محتاج 2000 طن زيت، بيتباعت كان فورا ونتحاسب بعدين. هذا الأسلوب التجاري ما زال مستمر حتى هذه اللحظة، فالعلاقة لم تنقطع نهائيا مع ليبيا. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على إعادة أعمار، ودي قصة أخرى. هناك العدد يعني جاري حصر كافة الشركات المصرية القادرة على الدخول في مجال إعادة الأعمار. احنا رجعنا من سوريا ومعانا من ليبيا الاحتياجات الفورية حاليا في إعادة الأعمار، سواء بنتكلم في مجال محطات الكهرباء المتنقلة، بنتكلم في محطات التحلية المتنقلة، محطات معالجة، كلها حاجات مصر بتصنعها وفي 4-5 ساعات ممكن تكون تم توريدها. صحيح، فلنا ميزة تنافسية عالية جدا. ولكن أنا ببص على الأشقاء السوريين والأشقاء الليبيين، الشعبين دول أشقاء لينا، العلاقة أزلية، وما يحتاجونه يتم توفيره فورا من مجتمع الأعمال المصري. لو اسمح لي دكتور علاء، نذهب لفاصل قصير وهنرجع مرة أخرى ربما للحديث عن هذه الأسواق المصرية اللي بتفتح بالدول العربية. أشوفكم على خير. اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، ولسه بنستكمل حديثنا ربما عن اوكازيون الصيف وحول هذا الاوكازيون. وبصراحه تطرقنا الى الحديث الكثير من المواضيع، منها اعاده اعمار ومشاركه مصر في اعاده اعمار هذه الدول الشقيقه، اذا كانت ليبيا او سوريا. طبعا ضيفي هنا في الاستوديو دكتور علاء عز، الامين العام لاتحاد الغرف التجاريه. دكتور، كنا قبل ربما هذا الفاصل بنتحدث عن مساله اعاده الاعمار واشراك مصر في إذا كان ليبيا أو سوريا أو حتى معرض دمشق الدولي، واللي كانت بداية ربما لدخول المنتجات المصرية مرة أخرى لسوريا. كنا أيضا حضرتك ذكرت أنه معظم صادرات بريطانيا محمولة، إزاي ممكن ننشط هذا النوع في مصر من نوع الصادرات المحمولة المصرية؟ يمكن مصر لها فرصة متميزة أن أنا أقوم هذا الموضوع مرة أخرى. يمكن حرك مع ما يسمى بالإسلاموفوبيا اللي موجود في أوروبا وأمريكا، بدأ إخواننا من دول الخليج ما يقبوش سعداء بتواجدهم في هذه الدول. في نفس الوقت هناك حظر من دول مجلس التعاون الخليج على السفر لبعض دول الجوار المنافسة لنا في السياحة بدون ذكر أسماء. وبالتالي هم أشقاء، فعشان كده مش عاوز أذكر أسماء الدول، بس دول الجوار. وبالتالي المقصد الوحيد الذي يتم الترحيب بإخواننا من الخليج ترحيب كبير جدا بيهم هي مصر. في نفس الوقت أسلوب حياة مصر، إن إحنا الخليجيين لما بيجوا في مصر بيحبوا إن هم صحين لحد الصبح ويناموا بالنهار، اسلوب الحياه بتاعنا متوافق. صحيح. مع اجازاتهم ومع اسلوب حياتهم. وبالتالي احنا بدا يبقى عندنا عدد كبير من السياح الخليجيين اللي ابتدوا يرجعوا لمصر كمقصد اساسي. ودي يمكن مهمه بالنسبه لي، لان الجيل الحالي اللي كان بيتعلم في اوروبا وامريكا علاقتي بيه وولائه ووفائه لمصر ابتدى يبقى محدود. الجيل القديم سواء بنتكلم على ملوك على رؤساء
دول اتعلموا في مدارس مصرية في جامعات مصرية. فكان مصر بالنسبة لهم وطنهم التاني. فيمكن دي ابتدت ترجع العلاقة القوية، ودي ده الجزء الأهم بالنسبة لنا، ده طويل الأمد. أما بالنسبة للشراء، حضرتك لو رحتي أي شوبينج مول هتجدي إن على الأقل 10-15% من اللي بيتجولوا في الشوبينج مول هم خليجيين، ويمكن أكتر ناس بيشتروا. يعني اكتر من مواطن مصري، عدد الاكياس اللي شايلينها اكتر من ولكن عشان اشجعهم ان هم يشتروا اكتر لابد ان نعمل عدد كبير من الاليات، لابد ان يكون هناك ترويج للشراء مع انشطه اخرى. ما ينفعش ان انا برايح شراء فقط، فلازم يبقى في احداث فنيه، احداث ثقافيه، احداث مختلفه مصممه للسائح اللي انا بحاول اجذبه. في نفس الوقت ان انا احنا وما اكثر الاحداث عندنا فن، يعني عندنا مقاصد سياحيه، بس هي اعتقد خطط ان شاء الله يعني قريبا. يعني حركة يعني يمكن كنت من اللي ابتدوا مهرجان السياحه والتسوق اول ما ابتديناه، وكان في احداث كتير جدا بتحصل على التوازي اثناءه. حاليا احنا ما اقدرش ان انا افترض ان في احداث ثقافيه بتتعمل في مصر وما بروج لهاش واقول ده مهرجان، او اقول ان انا ده جزء من الباكج اللي انا بطرحها للسائح. انا المفروض ان انا الكلام ده بيبقى له حمله اعلاميه قويه جدا، ان انا بيبقى عندي بروشورز مطبوعه فيها البرامج بالكامل، وبتبقى موجوده في كافه الفنادق، موجوده في المطار، وبروج ليها عشان اجيبه اصلا. ان هو لما يعني اللي بيشاور عقله اروح مصر ولا ما اروحش. في نفس الوقت في حاجات انا ما روجتلهاش، انا غالبيه السياحه العربيه جايه عندي في القاهره، وهي دي ميزه، لان انا في الفتره دهيت ما عنديش غالبيه اللي بيقيموا في الفنادق طوال السنه، وهي مجتمع الاعمال والمؤتمرات. في اغسطس مفيش الكلام ده، فانا بالنسبه لي انا سعيد ان القاهره مليانه، ولكن انا ما روجتش للساحل الشمالي، ما روجتش للبحر الاحمر. ده اللي انا محتاج ان انا ابتدي اروج له باحترافيه. الجزء الاخير هنا لابد ان يكون مش بس المهرجان خلال فتره محدده، المهرجان يجب ان يكون طوال العام، ان انا عندي انشطه زي ما كل الدول اللي استغلت موضوع التسوق مع السياحه كاليه. يعني احنا حاربنا لفتره طويله جدا من 3 سنين لما اكتشفنا ان الصين بتطلع حوالي 3 مليون باسبور جداد سنويا. طب انا عاوز حبه من دول يجوا مصر. طبعا قعدنا نحارب. وزاره السياحه حاليا بدات حمله للترويج للسياحه الصينيه الى مصر. ده يمكن انا لازم اشوف العالم بيعمل ايه، ومش عيب ان انا اقلد اللي بيتعمل، ولكن اديله الطابع المصري واكون جاذب للنوع السائح اللي ممكن هو يبقى منجذب لمصر. هل حضرتك شايف انه في نقص في مساله المولات العملاقه اللي اصبحت دلوقتي موجوده في كل حته؟ مش عايزه اقول موضه، بس هي الترندز يعني. هي حركة المولات العملاقه هي ابتدت تموت في العالم على فكره. انما هي سايكل لازم تمر بيها، لازم نمشي فيها. انا عندي مولات عملاقه موجوده في المدن الرئيسيه، المحروم منها هو المواطن اللي في اخص الصعيد، اللي في الدلتا، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نطرحه حاليا من خلال جهاز تنميه التجاره الداخليه. بس اكتر في المقاصد السياحيه اقصد يا فندم، هل احنا محتاجين ده؟ في المقاصد السياحيه الرئيسيه عندنا ما يكفي حاليا بالنسبه لحجم السياحه الوافده، لكن لو حجم السياحه زاد مش بس المولات لازم تزيد، ولكن نوعيه المزيج السلعي لازم يتغير. البرودكت ميكس انا اللي موجود حاليا هو موجه للمواطن المصري اللي موجود في هذه المنطقه. حضرتك لما هتروحي الغردقه او شرم الشيخ ما انتش رايحه تشتري هدوم. لو جالي سائح من منطقه اخرى لا، ده ممكن يعمل شوبينج، وبالتالي المزيج السلعي لازم هيختلف. احنا حاليا بنعمل خريطه كامله لمصر، ايه اللي متاح موجود، ايه اللي ناقص، في اطار تطوير التجاره الداخليه حاليا هيتعمل مراكز تجاريه، وهنشترط في هذه المراكز على بعض القطاعات اللي ناقصه واللي السوق ده محتاجها، حتى ولو بخساره في التكلفة الاستثمارية. آخر سؤال عايز أسأل حضرتك، ويمكن ده دلوقتي اللي يهم المشاهد والمواطن، مستلزمات المدارس مع دخول المدارس. إيه أخبارها يا فندم؟ إزاي المراقبة عليها؟ وهل هتكون ضمن الأوكازيون ولا علشان هي لسه نازلة فمش هتدخل؟ حضرتك الأوكازيون زي ما قلنا في الأول هو للسلع اللي هتقعد معايا للسنة الجاية. فحتى في الملابس هناك سلع. حضرتك في العالم كله هتلاقي في عز الاوكازيون القميص الابيض والقميص الازرق ما بينزلش الاوكازيون بيسكس، يعني ده طول السنه بيتباع. صحيح. ولكن الصيفي والشتوي
ده على حسب الموسم، الاوكازيون الصيفي اوكازيون الشتوي بيبتدي. حضرتك مستلزمات المدارس هناك خصومات بتمنح من عديد من المحال خاصة في ملابس المدارس. دي من ضمن الحاجات اللي بيبقى عليها خصومات. ولكن يمكن الأهم، الخبر الأهم، إن وزارة التجارة والصناعة ساعد خلال الفترة الماضية. عيب قوي إن أنا ما بصنعش قلم، ما بصنعش مسطرة، ما بصنع، وبالتالي الحاجات دي مستوردة وتأثرت بتعويم الجنيه. بدأت صناعة مستلزمات المدارس في مصر، ده يمكن كان توجه، كان في تحرك قوي جدا. هناك توجه آخر بالنسبة للأحذية الرياضية، لأن برضو لا يعقل إن أنا عندي 90 مليون مستهلك وبستورد الكلام ده بالكامل، غير طب. يعني جدوى الاقتصادية واضحة وصريحة. ففي توجه حاليا من وزارة التجارة والصناعة لجذب استثمارات ومنح حوافز فعلية لمن يأتي في هذه القطاعات، وبالتالي أسعار مستلزمات المدارس من المتوقع أن هي تبتدي في النزول. احنا يمكن اللي كلنا بنسعى إليه هو ما يسمى الوفرة، الوفرة سواء في الكمية، في الماركات، وفي التوزيع الجغرافي. وده اللي بيخلق المنافسة اللي بتخفض الأسعار. يعني لا أمل في تخفيض الأسعار غير لما أدخل في أول الشارع وآخر الشارع اتنين محلين بيتنافسوا مع بعض، وكل محل عنده على الرف أربع خمس ماركات لنفس السلعة بيتنافسوا مع بعض. دي بنشوفها المشروبات الغازية، إن هم يرفعوا مليم دي بيحسبوها 7000 مرة لأن هيفقد السوق. فاللي احنا بنسعى إليه نزود الإنتاج المصري من كافة السلع، وزود الوفرة، وفي نفس الوقت أزود من الاستيراد عشان الانتاج المصري يضطر ان هو يجود ويقلل تكاليفه ويرخص سعر، لان جاي له منافس قوي بسعر اقل. دكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجاريه، بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على كل هذه المعلومات وعلى وجودك معنا في هنا العاصمه. وطولنا على حضرتك، بس بشكرك يا فندم. شكرا ليكي وشكرا للساده المشاهدين. اهلا بك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، بعد الفاصل حديث عن ربما ابرز قرارات واخر قرارات اتخذتها اتحاد الكره المصريه بالحديث عن عوده الجماهير المصريه مره اخرى الملاعب. ضيفي استاذ محمد الراعي ناقد رياضي، هكون في انتظار حضراتكم. تفضلوا. مساء الخير مشاهدينا الكرام من جديد. لنا حديث في هذه الفقرة عن أبرز القرارات اللي اتخذتها أو اتخذها اتحاد الكرة المصرية بالأمس عن عودة الجماهير. الحقيقة اتخذ عدة قرارات عديدة، بس يمكن من أهمها والأهم من أهم القرارات اللي بتهم الناس في الفترة دي هو عودة الجماهير المصرية مرة أخرى للملاعب. أيضا كان في قرار آخر هام، وهو تم الموافقة بأغلبية الحضور على تسجيل 4 لاعبين أجانب على قوائم الأندية. أيضا تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى بحضور الجهات الأمنية لتحديد طريقة دخول الجماهير في الموسم الجديد والأعداد المسموح بها ومسؤولية الأندية في اختيار جماهيرها وبحث تطبيق العقوبات، واللي طبعا كان أقرها القانون، قانون الرياضة الجديد بأشكاله. ومعي ضيفي هنا في الاستوديو للحديث بشكل أكبر عن عودة الجماهير وعن أبرز وآخر القرارات اللي تم أخذها يمكن مع دخول دوري، أستاذ محمد الراعي ناقد رياضي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك وكل المشاهدين. البداية بقى من أبرز القرارات اللي بتهم الشارع دلوقتي هي رجوع الجماهير مرة أخرى للملاعب، ومن الواضح أنه هيبقى بشكل تدريجي لأنه تم الإعلان أنه هتبقى البداية ب2000 وبعدين ب5000. حضرتك شايف هذه النقطة ازاي، أهميتها، خصوصا أنه الكثير بيربط أو ناس كثيرة بتربط بين قلة أو نزول المستوى بعدم وجود جماهير في الملعب، نظرا طبعا للحماس وأنه الناس بتهتم من الجهتين هي لعبة حماسية في الأول وفي الآخر. حضرتك شايف الموضوع ده إزاي؟ وإحنا طبعا في انتظار اجتماع بعض من أعضاء الاتحاد مع بعض الجهات الأمنية للقرار الأخير في هذه المسألة. هو طبعا قرار تأخر كتير جدا عودة الجماهير للملاعب، بقالنا أكتر من 4 سنين الجماهير ما مش موجودة. ده بيأثر فعلا على المستوى الفني بدرجة كبيرة جدا، بيهبط بالأداء إلى حد كبير. الجمهور بيدي طعم وشكل ولون لكرة القدم، لأن هي كرة للمتعة، كرة للإثارة. الجمهور بيطلع أو بيخرج أفضل ما عند اللاعب من طاقة.
يعني دايما كنا نقول زمان الجمهور هو اللاعب رقم 12، لا، الجمهور اصبح اللاعب رقم واحد، بيفرق كتير مع النجم، مع اللاعب، مع الاداء والمستوى في ارض الملعب، بيفرق كتير جدا في كل هذه الامور. فرق كتير جدا غياب الجماهير مع الانديه اللي بتنافس الاهلي والزمالك. لو شفنا في الثلاث اربع سنوات الماضيه الفرق اللي بتنافس الاهلي والزمالك ملهاش جماهير اصلا، زي المقصه، زي ام بي، زي سمو، الفرق دي في الاصل ملهاش جماهير. لو نشوف في الثلاث سنوات الاخيره هي اللي بتنافس، بعد الاسماعيلي الى حد ما وهو فرقه جماهيريه كانت دايما بتنافس الاهلي والزمالك، وغزل المحله قبل كده كان دايما ده في المربع الذهبي مع الاهلي والزمالك وبيجي معاهم المصري. لكن طبعا في غياب الجماهير اصبح فريق زي المقصه بينافس يدخل المركز الثالث، اصبح سموحه فرقت طبعا فرقت، خلاص العمليه كلها تساوت. فين الاهلي وجماهيريته الكبيره؟ كانت بتفرق جدا مع لعيبته. الزمالك وجماهيريته، الاسماعيلي ايضا، الاتحاد السكندري، كل الفرق الجماهيريه كانت بتفرق معهم انديتهم، ان هم كانوا دايما بينافسوا في وسط الجدول بالنسبه للانديه العاديه او انديه القمه. لكن دلوقتي غير شكل ولون وطعم الدوري، اختلف تماما في السنوات الماضيه بسبب غياب الجماهير. قرار اتاخر كتير جدا، كنا نتمنى عودته من زمان، لكن هي بدايه مبشره ان كانت العوده خاطئه. يعني عوده الجماهير برضو ده مش حل، ان انا اقول 2000 مشجع يحضروا المباريات، ال 2000 مشجع يكونوا من الاعضاء العاملين للنادي سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي. ما هو قال مع مسؤوليه النادي في اختيار الجماهير. تمام. وبعض الرياضيين او الشباب مفيش مشكله، لكن امتى هنحط حل نهائي؟ ايه اللي قعدنا اربع سنوات من غير حل نهائي؟ انا ما بقولش اعتقد ان مصر البلد الوحيده دلوقتي اللي بتلعب بدون جماهير، على الرغم مثلا ان ليبيا وسوريا والعراق فيها احداث رهيبه لكن بتلعب بجماهير. كنت هقول لحضرتك كده، بالفعل اللي هم عندهم افظع مننا وعندهم مذابح وعندهم مشاكل وعندهم حروب، الدوري بتاعهم مستمر، الدوري بتاعهم بتلعب بجماهير. احنا عندنا بعض الفئه الخارجه من الجماهير الضاله، بتكسر مدرجات، بتعمل شغب، بتعمل حاجات كتير مخالفه. خلاص انا ما اخدش كله على بعضه او اخده كله. طب ما هو تم تقنين يا استاذ محمد في خلال القانون الجديد ده 3 سنين على طول. ماشي. القانون عمل عقوبه، طب انا عايز انفذ وافعل الدخول. طيب احط نظام للدخول. انا بقول لك انت لو اخدت دي انا هعاقبك، هحبسك، هديك عقوبه شديده. طيب ما تنظم لي وانا داخل ايه النظام؟ شوف مباريات السوبر مثلا في الامارات، اهلي والزمالك السنتين اللي فاتوا، جماهير الالتراس والوايت نايس دخلوا المباراه، ما فيش واحد طلع شمروخ، ما فيش واحد عمل اي حاجه، حتى اللفظ الخارج عارفين داخلين ازاي، البوابات، التفتيش. هل احنا محتاجين قاعده بيانات؟ يعني ممكن مثلا تعميم مساله الحجز الالكتروني علشان يبقى عند الداخليه او الجهات الامنيه. تمام. قاعده بيانات لكل اللي هيحضر. تمام. المباريات، وبالتالي ممكن نرجع بوتيره اسرع الجماهير. لا، قاعده البيانات دي جزء. جزء واحد من المطلوب. عايزين قاعده بيانات احجز بالكمبيوتر وبالرقم القومي، ابقى عارف وعارف مكاني فين، واحط ارقام للكراسي، اعمل كاميرات في المدرجات، اعمل ابواب كتير للدخول. انا عايز اقول لحضرتك ان ملعب بترو سبورت، الملعب اللي بستضيف مباريات الاهلي والزمالك في اخر 3 سنوات، اكتر ملعب ارهق في الدوري الممتاز، له باب واحد فقط. باب من ناحيه المقصوره الرئيسيه وباب من ناحيه الدرجه الثالثه. دي كارثه. ما فيش استاد في العالم له بابين اتنين، باب ناحيه الدرجه الثالثه وباب الناحيه الثانيه. دي مستحيل. يعني عايز اعرف ازاي دي المواصفات. ففي بيكون مش اقل من 15 باب للدخول والخروج، واعرف ازاي ان انا امن الملعب في حاله حدوث اي شيء، امن بالكاميرات في الدخول، في التفتيش، في تفتيش ذاتي او تفتيش بيبقى بالكاميرات مرحله واتنين، يقدر يجيب اللي تحت الهدوم ويقدر يعمل يكشف عن كل الحاجات اللي هي الخارجه. اعمل كل الضمانات دي. العشر ضمانات دول حددتهم النيابه المصريه بعد حادث بورسعيد وبعد حادث الدفاع الجوي، حددت العشر، لم ينفذ الحاجات دي كلها. ما تنفذتش. وزير الرياضه كل اللي عمله انه بعت المسؤولين عن استاد القاهره، جابوا عدد كبير من الكاميرات باكثر من 32 مليون جنيه. فين الكاميرات دي؟ ما تركبتش ليه؟ ما اتعملتش ليه في استاد القاهره؟ ما اتطبقتش ليه على اكبر استاد في الشرق الاوسط، استاد دولي؟ يعني عايزين النهارده الجمهور اتاخر، خطا اداري مننا. في
فئة خارجة، في فئة مندسة، في فئة موجهة سياسيا بتدخل مباريات عشان تعمل شغب وتسيء إلى سمعة البلد. أنا مع منع الجمهور عشان الفئة دي، ولكن لازم نعالجها، لازم نحط لها حل. فنحط الحل، نقول النهاردة 2000 ماشي، هتلاقي الجمهور جميل، مع بداية الدور الثاني هتقول افتح لعشرة، افتح لكل الناس، هتحصل شغب تاني لأن ما حلتش الأزمة. دخول الجماهير ده عادي جدا. الألفين الأزمة أمنية فندم ولا الأزمة من بعض الفئات؟ يعني أكيد لو بنتكلم عن ناس مندسة أو يعني أكيد مش عايزين نعمم، يعني مش معقول ماشي. كل الروابط فئة قليلة مندسة، لا فئة قليلة ماشي مندسة. أي حاجة في الدنيا فيها كويس والوحش، صحيح. الجماهير هيبقى فيها كويس وفيها الفئة القليلة الوحشة ايا كانت هي مين. انا لازم احط نظام وتامين علشان الناس دي تدخل واكشف الناس دي. اي واحد يعمل مخالفه لازم بقى اطبق عليه القانون. فانا احط الشروط، اعمل بوابات، اعمل دخول، اعمل تامين، اعمل تفتيش، احط كاميرات، يبقى كل واحد قاعد على الكرسي بتاعه برقمه القومي معروف، الكاميرا جايباه، لو عمل بايده اي حاجه ابقى عارف الكرسي ده هو اللي عمله. يبقى احنا بنتكلم اكتر عن مساله تامينيه او تفعيل ما تم اتخاذه من قرارات، اذا كان القانون الجديد او حتى الاجراءات اللي حضرتك ذكرتها، اذا كانت كاميرات او بوابات خروج ودخول وكل الخطوات دي. احنا ما بنرميش المسؤوليه كلها على الامن، الامن دور مساعد، لكن احنا بنقول الاجراءات والخطوات والعمليه التنظيميه والعشر عشر ضمانات حددتهم النيابه المصريه، قالت عشان تدخل الجماهير تاني لازم تعمل الحاجات دي علشان نقدر نحافظ على الجمهور، نقدر نحافظ على المنشآت والاستادات، نقدر نحافظ على اللاعبين والحكام والمدربين، نقدر نحافظ على ارواح الجميع، ونقدر نحافظ على سمعه مصر وشكلها قدام العالم. طبعا القانون الجديد بيمنع وبيعاقب الروابط الرياضيه زي الالتشس ومن ينشئ او يؤسس رابطه، اعتقد 3 سنين. ثلاث سنين، ويعني القانون فعل عمليه، بيحد من عمليه الشغب، حط عقوبات مغلظه، ولكن انا النهارده مفيش جمهور. انت لما تحط عقوبات بس سهل لي وانا داخل، اكشف المخطئ علشان ما تحاسبش. يعني في مباراه الزمالك، مباراه برج العرب، تم القبض على حوالي 250، انا اعتقد يعني منهم 200 مظلومين، 200 شاب مظلومين، ال 50 هم اللي كانوا مندسين، هم اللي رايحين يكسروا ويسيئوا لسمعة مصر، ال 200 اتاخدوا في الهيصه شباب واطفال يعني في سن ال 15 وال 20، جريوا مع الناس وكسر كسر واجري. يعني انت عارفه السن ده، بس صعوبه تطبيق هذا القانون يا فندم. يعني اعتقد ان معظم النوادي اللي ليها جماهيريه في مصر ليها روابط، اهلي زمالك، مصري سكندري، طبعا العديد من النوادي الاخرى. صعوبة التنفيذ ده بقى، يعني احنا كده لما بتمنع وبتعاقب بهذا الشكل، التطبيق بقى هيكون ازاي على كل الروابط دي؟ انا عارفه ان احنا بقى عندنا مشجعين ما عندناش روابط، لكن ازاي هتقفل على كل الروابط دي؟ لا، القانون او القضاء حل ومنع روابط اللي هي روابط الالترس، هي دي اللي اتمنعت، هي دي اللي اعتبرت روابط شغب خارجه عن الامن، فيها بلطجه، فيها كل شيء بيسيء الى الكره المصريه وبيسيء الى الجماهير المصريه. لكن روابط الانديه دي بتبقى موثقه، معموله من اعضاء النادي، معموله من جماهير النادي، كل واحد انا عارف ده مين. طب احنا لسه عندنا فرصه للتوثيق، يعني من المفروض انه هذه الروابط او الالتراس مثلا بيستنى انه يتم ادراجها في النظام الاساسي للهيئات الرياضيه او اللائحه الاسترشاديه للقانون، واحنا خلاص انتهينا من اللائحه الاسترشاديه للقانون وما اعتقدش ان فيها ماده للروابط الرياضيه، فدلوقتي احنا فين موقفنا بالنسبه للروابط اللي مش الالترس اللي تم منعها بقى؟ روابط، اي روابط في الانديه معترف بيها. نعم. انا ممكن اروح اعمل جمعيه، ممكن اروح اعمل رابطه في الهيئه التضامن الاجتماعي او مديريه التضامن الاجتماعي، اروح انشئ رابطه، انشئ جمعيه وتكون تابعه ليها الرابطه، او تابعه للنادي نفسه. فانا لما تكون تابعه للنادي، النادي بيحط ضماناته، انت مين، بطاقتك، صورك، بعمل لك كل حاجه، ببقى عارف عنك كل البيانات. لو عايز ادي لك عند ماتش وبدي للرابطه، كان بدي للرابطه تذاكر، ببقى عارف لمين وباسمه ايه وكرسي ايه، كل الحاجات دي. لكن القانون يمنع روابط الالترس، تم اتهامها بان هي روابط شغب. القانون ده القانون الجديد، عشان كده ما اعترفش بيهم، ما ادرجهمش في القانون. القضاء المصري اصدر احكام بحل هذه الروابط، روابط التراس والوايت نايتس، كل الروابط دي يعني روابط شغب. انت حضرتك بتتكلم دلوقتي عن الالتراس، يعني الروابط تم
تم استبعادها من قانون العقوبات اللي جوه قانون الرياضة الجديد، وبنتكلم انه تم نصا الالتراس. انا بحاول ادور عليها علشان يعني افهم الحتة دي بالظبط. لا، هو اصلا القضاء حل الالتراس. اي واحد يقول انا التراس دلوقتي هو ملوش وجود، لا، او يتم محاكمته لانه اتهم ان اللي يقول انا التراس صدر الحكم ان دي رابطة شغب، رابطة فيها بلطجة، رابطة يعني انا مع احترامي يعني انا ما بتهمش الشباب، ما بتهمش الشباب دي بحاجة. انا بقول لك القانون اللي قال، حكم المحكمة اللي قال، عشان كده القانون الجديد اعتمد او نص ان هو ما يعترفش بيهم هو كمان، لان القضاء المصري رفض هذه الروابط. اذا الروابط الجديدة هتكون عن طريق ادارات النوادي، عن طريق ادارات النوادي، وتبقى معترف فيها تابعة للنادي. في قرار تاني كان وافق الاتحاد على وجود 4 لاعبين اجانب في الفريق و3 في المباراه، وكان الحقيقه انه هاني ابو ريده رئيس الاتحاد كان رافض تماما، كان في احاديث وانباء انه كان هاني ابو ريده رافض تماما لهذه المساله، مساله وجود 4 لاعبين في النادي بشكل عام. وبعدين بعد الاجتماع تم الموافقة على وجود 4 لاعبين و3 في المباراة. على مستوى اللعبة المحلية يا فندم، أهمية هذا القرار حضرتك شايفه ازاي؟ هل هذا خطوة للأمام؟ أنا شايف أن القرار ده كويس جدا، رغم أنه ليه إيجابيات وليه سلبيات، لكن أنا برغم سلبياته فهو قرار إيجابي. هو بين مؤيد ومعارض، ما بين مؤيد ومعارض، لا على العكس، المعارضة صوتها عالي قوي وكله عايز تهاجم اتحاد الكرة، أقول له أصل أنت اتحاد ضعيف بتسمع للأندية. أنا إحنا ملناش دعوة، اتحاد الكرة لابد أنه يسمع للأندية، هذه مصلحة الأندية. هذا القرار الناحية الإيجابية ليه لمصلحة الأندية المصرية، لمصلحة الدوري، هيبقى دوري قوي. أدي نقطتين. النقطة اللي هي سيئة بالنسبة أو من سلبيات القرار ده إن هي ضارة بالمنتخب الوطني، وإحنا المفروض إن كلنا بنعمل لخدمة المنتخب الوطني، لكن أنا أندية زي النادي الأهلي أو نادي الزمالك الميزانية بتاعتها بتعدي 250 مليون جنيه وداخلة إلى مليارات، ميزانية داخلة في مليارات. أنا لما أجيب لاعب أجنبي و2 و3 بيزيد العمليات التسويقية، بيدخل لي دخل إعلانات، بيديني بطولة، والبطولة دي بتجيب لي أموال وبتجيب لي مكاسب، خلاص هو ده مصلحة الأندية. عشان كده أنا بس عايز المصلحة أيضا يا فندم بتنصب في وجود مهاجم قوي في المنتخب، يعني كانت من إحدى النقد أيضا الموجه إنه ما عنديش مهاجم قوي في المنتخب، إذا كان في الخارج أو في الداخل، خاصة إنه بنعتمد على المهاجمين المحترفين من بره. يعني يا فندم عندنا دلوقتي أصبح اللاعب السوري داخل الملعب ما بيحسبش إنه أجنبي، اللاعب الفلسطيني ده قرار قديم ما بيحسبش إنه أجنبي، غير اللاعب المحترفين في الداخل. فأعتقد أن كل ده النقد يعني بيخلي أنه في قلة في المهاجمين واللي بنحتاجهم في المنتخب. هو كلام حضرتك صح، زي ما انا قلت في الاول، هذا القرار في مصلحه الانديه وفي قوه الدوري المصري، بيديني دوري قوي بيدي لمصلحه الانديه، لكن هو في نفس الوقت يضر بالمنتخب الوطني. ما عنديش، طب انا ممكن الزمالك جايب لعيب اسمه العجان باك شمال، ممكن احنا ما عندناش باك شمال في مصر، هو محمد عبد الشافي، وبعد كده محمد عبد الشافي مش عارفين نلعب مين، بقالنا 2 3 سنين بنلعب حماده طلبه قبل كده وهو لاعب ما بيلعبش باك شمال. في النادي الاهلي اشترى ايمن اشرف بعد عودته. فانا عايز اقول لك مثل ان هذا القرار بيضر كتير بالمنتخبات، مش في المهاجمين بس، ما بيأثرش على المهاجمين، لا بضر المنتخب ككل، لان انا في باكات شمال موجوده، في روس حربه كتير موجوده. هذا القرار دخول او زياده عدد المحترفين في الدوري المصري من الانديه او من الدول الاخرى زي فلسطين، زي سوريا، زي الاجانب، 4 اجانب، ده انا شايفه في قوه للدوري المصري. انا محتاج منتج يبقى قوي عشان اقدر اسوقه، عشان اقدر ابيعه، عشان اقدر ازود دخل الكره المصريه، الانديه المصريه، لان ما يصحش ان الدوله هي اللي بتصرف على الانديه لغايه دلوقتي. دي نقطة حقيقية فعلا يا فندم، ولكن قلة مثلا وجود سترايكرز او مهاجمين، والنقطة اللي البعض بينتقدها، هل ممكن نرجعها ايضا او تكون راجعة من مسألة الضعف في قطاعات الناشئين؟ طبعا ده ضعف في الأندية في الأساس. تعال نشوف المهاجمين في نادي الزمالك، هو باسم وبيلعب شوية وغيب شوية، السنة اللي فاتت اشتروا تاني حسام باولو من بره، برضه ما قدرش يأدي، كان قبلها موجود أحمد جعفر. أنا بكلمك على اللاعبين المحليين اللي موجودين في نادي الزمالك، ومش قادرين يأدوا، مش قادرين يدوا،
وما فيش فيهم حد بيلعب في المنتخب. تعالي نروح الناحية التانية في النادي الأهلي، في عماد متعب ما بيشاركش، في عمرو اللاعب عمرو جمال عمرو جمال احترف في بودافست وهو ما كانش بيلعب طول الموسم. يعني عايز اقول لك ده عيب في الانديه. الانديه هي اللي بتركن لعيبتها، الانديه هي اللي ما بتقدرش تجهز لعيبتها. ده مش فين فرق كشف المواهب زي زمان يعني يا فندم؟ انا كنت بسمع ان دي كانت موجوده في كل حته. لا احنا عندنا في مصر قطاع الناشئين بقت كويسه جدا. الرقعه كبرت جدا. قرار وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز بانه عمل الملاعب اللي هي النجيله الخضراء دي عملت زياده الرقعه، الرياضه زادت جدا. ده ادى مكاسب كبيره ان انا ازود عدد الرياضيين في مصر، عدد لاعبي كره القدم، عدد الناشئين، فزودت الناشئين. لكن انا الاهتمام داخل النادي، كل مدرب في الاهلي في الزمالك في الانديه الاخرى بيقول لك انا عايز مهاجم جاهز، عايز مهاجم قوي، مهاجم افريقي. ده عيب، ده عيب. من طب انا قبل ما اختم مع حضرتك عشان الوقت خلص، يعني لازم تكلمنا عن استعدادات المنتخب لمباراتي اوغندا، وده طبعا في تصفيات كاس العالم. ايه اخبارها يا فندم؟ يعني المنتخب خلاص في معسكر مفتوح دلوقتي، ويوم الاربعاء عندهم بكره على طول في مؤتمر صحفي هيعلن فيه المرحله الجايه والبرنامج. مسافرين هم يوم 29، المباراه يوم 31. يمكن كوبر وجهازه الفني كابتن اسامه نبيه وكل الجهاز الموجود، ناس بتشتغل ما بتبطلش طول السنه، يعني حتى المنتخب لو مش ما عندوش معسكر عاملين اعداد كويس، تجهيز، متابعين المحترفين، متابعين المحليين. لكن هم عندهم مشكله كبيره جدا ان الماتش جاي في فواصل المواسم او بدايه الموسم الجديد. اللعيبه المحليين مرهقين جدا، اللعيبه الاوروبيين او المحترفين خارج مصر لسه مش جاهزين. فاحنا يعني نتمنى ان الجهاز الفني يكون واخد باله من الناحيه دي كويس، يحافظ على المحليين او يجهزهم بسرعه، او يقدر انه يعمل لهم اعداد، والاجانب انه يقدر يعني يدخلوا معاهم في الفورمه. وان شاء الله متفائل خير في الماتشين خلال الاسبوع الجاي ان احنا نكسب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نتفائل خير كلنا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الراعي ناقد رياضي، بشكرك يا فندم على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام، هذا الفاصل الاخير وبعدين هنرجع للحديث عن امراض القلق والتوتر. ضيفتي دكتوره جورجات سافيدس استشاري الطب النفسي، هكون في انتظار حضراتكم. تفضلوا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. اخر فقره النهارده عن القلق والتوتر، واعتقد ان ده اصبح مرض العصر زي ما بيقولوا. يعني ما فيش بيت خالي من قلق من توتر، اذا كان مع دخول المدارس، اذا كان مع غلاء الاسعار، اذا كان مع الظروف المعيشيه والحياتيه الصعبه، مع السرعه، مع كل حاجه حوالينا دلوقتي بقى ده شيء طبيعي وجود قلق وتوتر. اللي مش طبيعي انه ممكن القلق والتوتر ده يسيطر على البني ادم بشكل او باخر، ممكن يتوجه بشكل عنف تجاه الاخرين بشكل او باخر. اعتقد ان التفاصيل دي كلها نعرفها مع ضيفتي دكتوره جورجات سافيدس استشاري الطب النفسي. دكتور اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك؟ الحمد لله كله تمام. يعني دكتور للاسف البانيك اتاكس ونوبات القلق الشديده لو اسمها كده صحيح، ده اللي اصبح السائد دلوقتي والموجود دلوقتي كانه شيء طبيعي. بصي خليني ابتدي اقول ان طبعا احنا عندنا احصائيه معموله في سنه 2009، دي اخر حاجه اتنشرت، ان احنا عندنا 17% من الشعب في مصر او جمهوريه مصر العربيه عامه في جميع انحائها عندهم مرض نفسي. منهم 7% عندهم توتر. ال7% دول لو احنا مسكنا التوتر ده، احنا عندنا انواع كتيره جدا منه. الخليط اللي بيحصل ان ناس كتيره بتتخيل ان نوبات القلق بتبقى بالمسمى بتاع البانيك اتاك. فانا حابه ان احنا نعرف بس ايه الفرق ما بين انا عندي نوبه قلق وعندي بانيك اتاك بشكل اللي هو بانيك اتاك، يعني انا كده اخدت بشكل مرضي. الفرق ما بين نوبة القلق والبانيك اتاك خط رفيع جدا، لان الاعراض بتكون مماثلة في الحالتين. انما البانيك اتاك معناها ان انا بوصل لمرحلة ان انا باخد نفسي واتجه لمستشفى، اقرب مستشفى موجودة، واخش الامرجنسي وانا معتقدة اعتقاد تام ان انا هجيلي القلب.
فالدكتور يبتدي ينزل، ولو احنا حتى فاكرين الفيلم بتاع انالايز ذس بتاع روبرت دينيرو كان نفس الموقف ده حاصل. فبالتالي انا بعتقد ان انا عندي شيء جسماني حقيقي وببقى مصدقة حاجة زي كده، وبكتشف ان الطبيب بعد ما بيكشف عليا بيقولي انا ما عنديش اي حاجة وان اللي عندي ده اسمه وهم او توتر وهكذا. نوبة الانزايتي بقى دي طبعا يعني كلنا بنمر بيها ساعات، وبتبقى على نطاق اقل من ده بكتير جدا. انما الاعراض للاسف كل امراض التوتر من بانيك اتاكس، من اجروفوبيا الخوف ان انا اطلع بره البيت، من توتر اجتماعي الخوف مع التعامل مع الاخرين، من وسواس قهري سواء في النظافه او في الدين او في النظام او في ان انا الهوردنج، ان انا احب الم الحاجات القديمه وعمري ما اتخلص من اي حاجه، وعندي الجينز من ايام ما كان عندي 16 أنا سنه حقيقي ما بعرفش ارمي. احنا هنتكلم بقى بعد ما نخلص. لا اصل جايز ينفع في يوم من الايام ما تعرفيش ورق بقى وبوكسز طيب عظيم عظيم كويس كويس، طلعت بزبون من الحلقه يا جماعه. حتى ده او نوباء اللي هو اضطراب ما بعد الصدمات او البوست تروماتيك ستريس ديس اور، اللي هم كلهم تحت مشاكل وبنود القلق. فالقلق انا احب ان احنا نبسطه عن ان احنا نقول ان هو فجاه بقى مرضي. امتى بيتحول مرضي؟ في اللحظه اللي بيبقى بيشلني. يعني ايه بيشلني؟ يعني بيأثر على يومياتي، على انتاجي، على انتاجي، على ان انا انزل من البيت، على ان انا اقدر اروح الشغل، على ان انا اكل واشرب وانام، على ان انا اقدر اتعامل مع الناس. يخليني عامله زي المشلوله كده من كتر الخوف والافكار السريعه جدا اللي ليها دعوه عاده بفكر او الثيم بتاع دايما خوف او حاجه وحشه هتحصل او انا كده مش هسيطر او ممكن اتفاجأ بحاجات. ده معناها ان احنا تحولنا من الخط الرفيع ما بين قلق طبيعي الى قلق مرضي. طب في ظل بقى الضغوطات اللي حضرتك سيس تكلمي عنها، إذا كان الغلاء في الأسعار، الضغوطات الحياتية اللي الواحد بيعيشها كل يوم، إزاي ممكن البني آدم يوصل لتوازن نفسي، لسعادة لو ممكن نطمع، لرضا؟ يعني أعتقد أنه دي مسائل هامة الواحد يعرف يعيش يكمل بإنتاج سوي وحياة سوية حتى جوه العيلة. طبعا هي كلمة رضا أكتر كلمة أنا بؤمن بيها، لأن السعادة زي أي شعور تاني، زي الغضب، زي الزعل، زي الحزن، وقتية. إنما الرضا بتبقى على وقت طويل، وممكن يجي معاها شوية مشاعر سلبية تانية، إنما بتبقى البيز أو الأساس بتاع التعاملات اليومية أو العلاقة اللي بيني وبين نفسي أو العلاقة اللي بيني وبين الآخرين أو العلاقة اللي بيني وبين الأشياء بقى، اللي هو شغلي وبيتي ومكاني وعربيتي والمج بتاعي والنظارة. رضا أن أنت تبقي حابة الحاجات دي كلها. إزاي نقدر نوصل لده؟ أول حاجة أبتدي أفكر الأول، هل القلق أو التوتر أو الضغوطات اللي أنا بمر بيها في اليوميات دي أثرت عليا لدرجة أن أنا فعلا وصلت أن أنا بقيت مشلول؟ لو ده الجواب هنا نعم، يبقى أنا محتاج مساعدة حد متخصص أكتر. لو لسه إحنا في مرحلة مجرد منكد عليا فاهم زي او يعني ملخبط لي مزاجي عامة، أول سؤال أسأله إيه نوع التوازن اللي موجود ما بين الضغط ده وما بين حياتي؟ فين الوقت الخاص بتاعي؟ فين الهوبيز او الحاجات اللي انا بستمتع بيها؟ امتى بدي لنفسي 10 دقايق عشان اشد الفيشه زي ما بيقولوا، بان انا اعمل اي حاجه حتى لو انا بتفرج على فيلم ابيض واسود اسماعيل ياسين هيضحكني شويه، هيغير لي مزاجي، هبتدي ان انا اطلع بره دايره التفكير المستمر في المسؤوليات وفي الضغوط. ازاي بقدر استعين بمسانده الناس اللي حواليا في ان انا اقدر افضفض، في ان انا اقدر ان انا اشارك الافكار السلبيه الكتيره قوي اللي موجوده حواليا؟
بعد كده بننتقل بقى لحتة علاجية كده كلنا نقدر نستخدمها، وهي ان انا ابتدي اسمع الافكار السلبية اللي جوه دماغي اللي هي عايشة معايا بقى طول اليوم دي، وابتدي اسأل لو الافكار دي فعلا مبنية على ادلة ولا مجرد سلبيات وتنبؤات لمستقبل غير مضمون. عارفة دايما بيقولوا ايه، انا بخطط وانت بتخططي وفي الاخر ربنا بيعمل اللي هو عايزه. فانا ممكن اقعد النهاردة واقولك لا مفيش داعي الواحد يروح. هو ده اللي بيكلموا عنه دكتور اللي اسمه The Power of Now، انه انا اركز في دلوقتي في النهاردة اللي فات ودلوقتي ومركزش في اللي جاي. مظبوط. ليه ايه ده مهم يا دكتور؟ ده مهم جدا 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 ان انت تفضلي في اللحظة النهاردة. ده مش معناه ان انت ما يبقاش عندك طموحات واحلام وهكذا. الطموحات والاحلام دي حاجات ايجابية، فده حلو لانك هتقدري تجذبيها في حياتك بانك تفكري فيها. ان انا لو لكن انا لو اللحظه دي قعدت فكرت في حاجه فاتت، لو هختار ان انا اعمل ده يبقى انا بفكر فيها عشان انا محتاجه اتعلم درس معين. انما افكر فيها لمجرد ان انا والله فاضي فيلا نكد على نفسي شويه ملهاش لازمه، كتير قوي كده فعلا. او افكر في حاجه جايه انا ممكن اخطط لها وممكن اعمل لها بلانينج، لكن لازم دايما اسيب اوبشن او الفرصه ان في عامل اقوى مني مهما كان المسمى بتاعه هيلعب دوره، وهو اللي هيقرر في الاخر الحاجه دي هتحصل. يعني زي كده ما في الكالتشر بتاعنا وثقافتنا اللي هو سيبها على ربنا شويه. شويه يعني ليت جو اند ليت جاد. يعني انا بقول كده ان ساعات احنا محتاجين نفكر في بكره ونفكر هنعمل ايه ويبقى عندنا خطه فعلا عمليه لتنفيذها، واحاول واكافح للحاجه اللي انا عايزها دي. انما دايما انا بقول في عامل اقوى هيخش وهيدبر الامور. زي ما كأنك ماشية في طريق، الطريق ده ما فيهوش نور، تفتحي الكشاف العربية، كشاف بيكشف لك 5 متر قدامك، يعني انت لسه مكملة صح؟ انت مش شايفة لحد اخر اسكندرية، انت ما وصلتيش، بتكملي لما بتوصلي بيكشف لك تاني 5 تانيين. فازاي دي مش بتاعتنا؟ احنا لينا ان احنا نفكر بس فاحنا عايزين ايه زي ما بنقول يعني. لكن ازاي هيحصل دي بتاعته هو. لان فعلا التفكير في التفاصيل دي بتكون مقلقه جدا وبتكون مرعبه وبتخوف. يعني انا فاهمه حضرتك، وبتاخد مجهود يعني جبار وبتحرق بنزين زي ما بيقولوا، بتحرق طاقه. الطاقه دي لو اتوفرت في ان انا اقدر اعمل حاجه تخليني في دلوقتي والنهارده، ده يبقى احسن بكتير قوي. ليه؟ لان it's only for today. انا ليا ال 24 ساعه دول هم اللي انا اقدر املكهم، يعني اعملهم على اكمل وجه، على يعني اكمل حاجه كويس. على اكمل حاجه، واركز اركز في دلوقتي اللحظه دي انا بعمل ايه، انا معاكي هنا. حتى لو انا اضطريت ان انا اقول الكلام ده لنفسي شويه بصوت عالي في البدايه لحد ما ابتدي اتعود ان انا اعود نفسي ويعني ادرب او امرن مخي ان هو يفكر في النهارده ودلوقتي. دكتور جورجيت، ممكن نربط القلق او التوتر انه بيؤدي الى اكتئاب ممكن يوصل للمرحله دي؟ يعني ناس كتير قوي بتتخوف، او مثلا يمكن الامهات او لا بنتي قلقانه يبقى خلاص بقى داخلين على نوبه واكتئاب. هل ده حقيقي؟ هل ممكن نربط بينهم اصلا؟ هو فعلا في نسبه عاليه جدا من مشكله الاكتئاب بيجي معاها توتر بتبقى ناتجه من الاكتئاب، او لو التوتر موجود ومزمن ولا يعالج في خلال فترة زمنية معينة وبيتفاقم ويكبر ويبقى بقى شديد، ساعتها ممكن فعلا يجيب اكتئاب. انما مش مجرد ان انا متوترة كده فانا خلاص اكتئب، لا. هو علشان نقدر يعني نقول ايه، ننول شرف لقب الاكتئاب، فاهمة ازاي؟ بالشكل العلمي الصحيح اللي حد زي حالتي كده هيجي يشخصك بيه، لازم تكون مريتي باعراض، والاعراض دي على الاقل مستمرة معاكي لمدار اسبوعين. ولازم الناس تبقى شايفة انك مكتئبة وانت شايفة نفسك مكتئبة، يعني قصة مش سهلة كده. انما لو احنا هنستخدم كلمة اكتئاب بطريقة شعبية، فاهمة، يبقى احنا 99 مليون مصري الحمد لله مكتئب. طب في الاخر بقى دكتور، هل هناك تمارين رياضيه بتنصحي بيها يمكن ان المواطن يصل للراحه، او اي نصائح في الفتره دي مع الظروف ومع الجري ومع انه الواحد يقلل التوتر شويه؟ بصي، الرياضه عامه اي نوع من الرياضه حتى لو هي بتاخد يعني ليها شكل ان انا بنظف البيت، انت عارف تنظيف البيت ده رياضه.
ده حضرتك شجعي ناس كتيرة جدا كده على طولتي في المهنة. ده حقيقي يعني أي حاجة صغيرة أنا بعملها بتاخد مجهود عضلي وحركي، بتحرق نسبة من السعرات الحرارية صح؟ الكالوريز يعني، فبالتالي بتنشط الجسم، فبالتالي بتفرز شوية أدرينالين مع شوية سيروتونين، دول كيماويات كده بيتفرزوا في المخ بيخلوكي تبقي سعيدة. فمش شرط أبدا أن أنا أروح أشترك في الجيم خمس نجوم وألعب رياضة عشان أحس كويس، أنا ممكن جوه بيتي أجري شوية ورا الولاد واستعمل الهوفر حبة أو المقشة وأنا كده تمام. أي نوع من أنواع التمارين الجسدية بتساعد على أن القلق يقل. بعد كده أي نوع من أنواع تمارين الاسترخاء. تمارين الاسترخاء مش صعب أبدا أنها تتنفس، لأنها ليها دعوة بالطريقة اللي أنا بتنفس بيها، أن أنا بحاول أخد النفس عميق من مناخيري وأطلع الإكسيل بتاعي من بقي، أحاول بعد كده أكتب النفس شوية وبعد كده أطلعه. وفي حاجات كتيرة جدا موجودة على الإنترنت تقدر تساعد حد على النوع ده من التمارين، وأي حد ممكن يعملها. أنا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا على كل المعلومات دي. كضيفتي دكتورة جورجات سفيدس استشاري الطب النفسي، بشكرك يا فندم. مرسي جدا. مشاهدينا الكرام، أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على كرم وعلى كرم المتابعة. كنت معكم على مدار حلقة النهاردة هنا العاصمة، أنا لما كبريل، إلى اللقاء.